بقول لك ايه، انا هبعت اجيب فطار. عايز فول وطعميه ولا عسل وفطير؟ بطانيه وسرير، جعان وما زاد. 72 ساعه ما شفتش النوم. ما هو انت اللي بتعمل كده في نفسك يا ابني. هو مفيش بني ادم عاقل بيشتغل 3 ايام ورا بعض. ده انا لو اشتغلت 3 ساعات بتعب. راجل بتجي ربنا في اكل عيشك، وصون القسم اللي قلته في الكليه، مش ظابط فاشل زيك. قصدك مش اهبل زيك، ما تشتغل على قد فلوسهم. قد فلوسهم؟ لو ربع ضباط مصر عملوا زيك كده كان زماننا في شيكاغو دلوقتي. كان زمان الناس بتجري ورا بعضها بالطبنجات في الشارع. انا ماشي نازل متى؟ يومين وانزل، بعدهم ساعه ساعه. ما انت تقول لي مستعجل على الصرمح والكافيهات. كافيهات مين يا ابني؟ الموضوع اتغير خالص. عقبال ما دماغك تتغير يا رب ويطرد الفيروس اللي فيه. ايوه صح، امي عزمك على الغدا بكره، عامله ويكه وبط وعجميه. ايه العجميه دي؟ دي اللي هي سد الحنك. الحاجه دي حبيبتي. انا ما عارف بتحبك على ايه، ما فيكش ولا حاجه شبهنا. طب اجي اوصلك؟ الله ينتقم منك. باشا. شكرا يا ابني. باشا امر، عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه ضروري. وعزة جلالتي اللي انا شايفك اربعه دلوقتي، مش هستوعب منك اي كلام. اسمعني بس دقيقتين. فوت عليها بكره واديك بدل الدقيقتين ساعتين تحكي لي فيهم قصه حياتك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. طالب جميع المسؤولين سواء كانوا أشخاص أو جهات بأنهم يصدروا قرار بتوحيد الزي الجماعي، لأن الطلبة والطالبات خلاص إيه اليومين دول ما بقوش بيلتزموا. ناقص يقول لهم يشربوا إيه وياكلوا إيه؟ ده لو طبقوا الكلام ده هتبقى حاجة خانقة جو، وهيبقى شكلنا على طلبة المدارس. انسي يا مودي، ما ينفعش يطبقوا الكلام ده، ده هبل. يعني إيه يعني هما مالهم باللي بيلبس جينز مقطع ولا اللي بيلبس سبورتيف ولا اللي عامل تاتو؟ حرية شخصية. هما مالهم؟ امال مين اللي ماله؟ يعني انتوا عاجبكم الشباب اللي ماشي في الشارع مطلوق كده لابس محزج ومقطع، ما تعرفلوش اذا كان واد ولا بنت؟ والله يا ست صالحه بجاجيل مهبب، البنات بقت مسترجله والعيال بقت من اسمنه. خليكي في حالك يا بنت. حاضر. بصراحه يا اما فيروز عندها حق. كسر حجك. هي مين اللي عندها حق؟ بلك اللي يحكمني على بنات الجامعه دول انزل وراهم بالنبوت، اضرب كل بنت لابسه لبس فاضح اكتر مساتر. يا ماما صالحه، ما هي ناديه اهي في كليه طب جامعه اسيوط ولبسها محترم. عشان لجيت ام ما ترضاش، لجيت ام تقول لها تلبسيه وما تلبسيه. طب اذا كان هما اللايف ستايل بتاعهم كده يعملوا ايه يعني؟ ايه الفايف ستايل دي؟ انا قصدي نظام حياتهم يعني. الجامعه المفروض تعلمهم الحريه مش العبوديه. حريه ايه وعبوديه ايه؟ بلك بنات مصر دول افتحي لهم الباب واطلقيهم يمشوا في الشوارع ببدل الرقص. اما كتتموم ما يشطحك، والله امسك الشبشب واشرب كبير. طبعا اذنكم. قوم اعملي لي قهوه ولا هتعملي فيها دكتوره علي. سكت البيت ومسحت بكرامتها الارض. والنبي يرضيك كده؟ يا ريتني كنت قاعده وربنا تستاهل. بلا قله حياة، عندك حق مرت عمي. يخرب بيتك، وانا اللي قلت هتنصفيني. ياما انت ست كبيره، ما تبقيش خلطانه وبتكبري. انا كبيره غصب عنك. عارفه ناديه لو هتقولي لحد اني غلطانه حط راسك في الصحن اللي قدامك. سمع ولا صوتكوا جايب اخر البيت ليه؟ توحشتك يا ام. البيت عفش من غيرك يا ولدي. ثلاث ايام يا ام ما شفتش النوم. ازيك يا ناديه؟ بخير يا اخوي. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. امال بنت فيروز فين؟ هقول له؟ هقول له. تقولي لي ايه يا بت؟ فيروز كانت بتهزل مع امك. وايه الجديد في البيت؟ امك قلبتها جد. يا دي النيله السوداء. لا، وشدت على البت وطلعتها معيطه. جرى يا بت؟ انت معايا ولا معاها؟ بقول لك ايه يا ولد؟ انت عارف امك كويس. ايه كده؟
ماليش في العوج ولا ليا في جلع المصاروة ده. يما انا اقعد العمر كله اقنعك، المصرية غير الصعيدية. يعني ايه؟ يعني مختلفين عنا في كل حاجة، عادتهم غير عادتنا، تتعاملي معاهم زي ما بتتعاملي معاهم. يما اضعف في مشاعرها حتى في صحتها، اللي فوق دي لو ضربتها بسجارة صبر على دماغها تموت. انما الصعيدة قدامك اهم، لو ضربتها عيارين هتلملك الفارغ وتدولك تاني. عندك ليلى ما شاء الله بتفطر قدرة فول وعشرين رغيف. رايح فين يا ولدي؟ اطلع صالح الغلبانة دي اعمل ايه؟ ربنا يروقك. صالحة وهي اللي غلطانة؟ قلت ايش عرفك انها غلطانة؟ انت كنت قاعدة؟ اعوذ بالله منك يا ليلى، اعوذ بالله. خلاص يا ليلى، يعني هو كان ضربك بالنار ولا ايه؟ بيهزر معاكي ما تعيطيش. وحشتني عدد نجوم السما، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني وحشتني. وانت كمان بدك تكوني زعلانه من امي. لا انا ولا انت نقدر ونزعلوا منها. تعرفي ليه؟ عشان دي الوحيده اللي لو غلطت ما اقدرش اقول لها انت غلطانه. وانا ما اقدرش ازعل منها، بالعكس دي الحاجه سبايسي اللي في حياتي. سبايسي يعني دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ دي يعني دي حاجه مسليه. اهي سبايسي، والكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هيخليك انت وامي عمركم ما هتتفقوا. على فكره كلمتك كذا مره وموبايلك مقفول كالعاده. التليفون وصاحب التليفون كانوا فاصلين شحن، بس اديني جيت عشان اشحن. طبعا الله يكون في عونك، ما انت 3 ايام بره البيت. وهو انا بمزاج يعني؟ ما انت عارف اليومين بتوع كل سنه مولد سيدي عبد الرحيم الجناوي، ما يحوشنيش عنك غير الشديد الجوي. ما هو باين. ايه اللي في يدك ده يا فيروز؟ دي هدومك عشان تلبس. يعني واحد بعيد عن مرته 3 ايام، يوم ما يرجع البيت هيلبس هدوم بردك يا فيروز؟ ايوه يعني عايز ايه؟ يعني مش فاهمه. عايزك تشد الستاير وتضلم الاوضه وانا هقول لك هنعمل ايه. فهمت بطل؟ بس كده. ايه الكابه اللي بتسمعيها على الصبح دي؟ كابه ايه يا جاهله؟ ده مصطفى كامل، انت عارفه انا بحبه ليه؟ ليه؟ رومانسي زيي. وهي دي الرومانسيه من وجهه نظرك يا ليلى؟ امال ايه هي دي الرومانسيه؟ طب اسمع يا جاهله، انا عايزاكي في حاجه كده. عايزاكي تعلميني كم كلمه انجليزي، ها، على كم كلمه فرنساوي وكلمتين روسي. مين ده اللي يعلمك؟ انت مش انت متعلمه يا جاهله مصطفى كامل؟ اه يا حبيبتي انا متعلمه، بس العربي بالعافيه. وايه كل اللغات اللي عايزه تتعلميها دي؟ مش لما تعرفي تجري وتكتبي الاول. انا عايزه اتعلم كم كلمه كده اقولهم قدام زين. البت اللي متجوزها دي عامله نفسها خواجايه وليل ونهار وهي ترطن باللغات. علميني والنبي. يا حبيبتي يا ليلى، قد ايه بتحبي زين؟ ده انا بحس ان كلمه حب ليلى على اللي بحسه ناحيه زين. ده انا هين علي يسرق واخش الحجز عشان افضل معاه ليل ونهار في المركز. لا يا حبيبتي من غير سرقه، هشوف لك كم كلمه على النت تحفظيهم وتقوليهم قدام. ماشي ماشي، روحي انت شوفي الكلمتين دول وانا سيبيني، انا لسه مندمجه مع مصطفى كامل. زين زين. لا اسمعي بيه. اسمعي بيه، هو انا مأمور الاسم عندك؟ انا فيروز يا زين. يلا اصحى. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي بقت 6 المغرب. عم غريب سأل عنك كتير. آه، عشان عندنا جلسة عرفية النهاردة. قفل التليفون. اتفضل حبيبي. جازيل الحمام والنبي عشان متأخر. ماشي. عم غريب. لا ماشي، أنسى كيف. العيلتين جاهزين؟ طيب نزل لك على طول في رعاية الله، مع السلامة، مع السلامة.
الله أكبر، ولفت خلص على أصول لبس الصعيدة. أنا عايزاك بقى زي ما بتحل مشاكل الناس تحللي مشكلتي. مرة زين الجناوة عندها مشكلة؟ ده لو ربنا استقل من الدخلية واقعد جنبك لحد ما حل المشكلة دي. مشكلة ايه؟ يعني مش كفاية انك بعدت عني 3 أيام كمان هتحرمني من خروجت كل أسبوع؟ عشان تعرف انك ظلماني. ايه دول؟ تذكرتين للسينما اللي في لوكسور عشان تتفرجي على الفيلم اللي نفسك تشوفيه. كل مرة بتعرف تضحك علي، مش بعرف ازعل منك خالص. معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني بحبك. وانا كمان بحبك. الساعة 10 تبقى جاهزة عشان ما نتأخرش. حاضر. قدمت الدعاء قبل كده يا ابراهيم؟ حصل من يجي سنة. كان رد اهلها ايه؟ رفضوا. طب سألت روحك رفضوا ليه؟ عشان سمعتك. البلد كلها بتتكلم عن ابراهيم انه بيلف ورا الغوازي من فرح لفرح. البلد كلها بتتكلم على ابراهيم انه بيشرب حشيش ومخدرات. تقوم انت مشغل دماغك تقول لا انا هفضل زي ما انا وافكر شويه، اتهجم على دعاء بنط من الشباك وادخل لها تصرخ دعاء يحصل فضيحه في بيت الحاج عسوي. ما يبقاش قدامنا غير حل واحد كيف ما بيحصل في كل قضيه شبه دي، ان احنا نحكم بالجواز. بس انه بدي ابراهيم مش هيحصل كده. كانت شرط مين دي يا ابراهيم؟ امي اللي قالت لي اعمل كده. طب يعني راجل مال وهدومك زيك بشنب ودجن يقبل ان يبقى قدام الرجاله دي كلها؟ شروط امه؟ لا انا شفت امي. تقبل ان يبقى عندك ضر يا ام ابراهيم؟ لا ما اقبلش. هيبقى عندك ضر يا ام ابراهيم. كلام صح، حكيم ولد حكيم. يا شيخ أصبت يا زين يا ولدي. قررنا نحن المجلس ان الحاج ابو ابراهيم يكتب كتابه الليله على دعاء. احنا مش موافقين على اللي بتقوله دي. اخرس يا حرمي. ومهر دعاء فدانين ونص، وتعويضا لإساءة سمعة الحج عسوي 5 فدادين من الحج شندي للحج عسوي. حرام عليه. حرمة عليك عيشتك، اقفل خشمك. وتعويضا لإساءة سمعة عكاشة خدعاء 2.5 فدادين. ايه يا ابراهيم؟ اتحرمت عليك ليوم الدين، بقت مرات ابوك، بقت في مقام امك دلوقتي. يلا قوم حب على راس مرات ابوك. قوم. هموت واعرف مين اللي واخد عقلك ده. مش جايز تكوني عارفاه؟ حد اعرفه صح؟ هقولك هو ها فيه شبه كتير من زين. لسه بتحبيه؟ لسه بحبه وهفضل احبه يا صفية. ما يستاهلش. زين يستاهل اللي في قلبي. زين ما فيش راجل زيي. سابك وراح اتجوز غيرك. حقه. هو عمر ما وعدني بحاجة. انت كده بتضيعي نفسك. عمري وروحي فداه يا صفية. زين بالنسبة لي هو الراجل الوحيد اللي خلقه ربنا. بالشكل ده انت اللي هتعرفي تتجوزي ولا تخلفي؟ قال لك اني عايزة اتجوز. وسيب راجل يمسني غيره. بس هو خلاص ما بقاش معاك، فالعمل ايه؟ هتترهبني؟ ايوه هترهبني يا صفيه. ده اللي ناوياه من يوم ما زين بيجي لغيري. ايه مامي عامله ايه؟ ميسي مور. ايه الاخبار انت؟ معاد السينما مامي. ايوه عشان مامي بقول لك معاد السينما انا عارفها رغايه. لو سبت لها نفسك مفيش سينما النهارده. اقفلي وقولي لنا الموبايل فصل شحن. حاضر. هشرب سيجاره لحد ما تخلصي. هاي مامي. حاجه فاتتني في الحمام.
ايوه اللي طلعت عامله نفسها بتحبه وهي اصلا شغاله مع الناس التانية. شوف هو مصدقها كيف. الحق يا زين في واحد ورا بيشخر. لازم تتعود على بنت في سينما في الصعيد يا فيروز وانت في جراند مول المعادي. خرب بيت سنينك الواد في عربيه ترامب واقفه في زوره. خلصت يا جدع انت؟ اخينا ايوه الفيلم حلو اتفرج عليه. اه ماشي فيلم حلو ده انت فاتك نصه يا جدع. واد يا طه تعال هنا كنت فين؟ الشيخ ياسين اداني سبحته ياما. اه يبقى عشانك دي بقى لك يومين ما حدش عارف لك اراضي. ريحته فيها ياما شميه. بتحبه يا ولدي؟ بحب حب ياما. عندك حق ومين ما يحبش الشيخ ياسين؟ اه الصوت ياما الصوت. انا في طب يا اخوانا في طب. بركته فيها. ده انت على كده ما بتحبش الشيخ ياسين. ده انت على كده الدروشت. بقول لك ايه يا دكتوره ندي؟ ما تشوفي له حاجه ولا تشوفي له دكتور يخرجه من الحاله اللي هو فيها دي. ما وعدتكش ياما. ابنك في حاله متاخره. مش محتاج دكتور من هنا، محتاج دكتور من بره. السلام عليكم. عجبك الفيلم؟ عجبني جدا. ايه اكتر حاجة عجبتك فيه؟ الرومانسية اللي فيه، حب البطل للبطلة. تفتكر يا زين لسه في الزمن ده في واحد ممكن يحب حبيبته للدرجة دي؟ امال ايه؟ واقف جنبك بياكل فول سوداني اهو. بجد؟ طبعا بجد. وعشان اثبت لك ده رغم ظروف شغلي ورغم اني ما نمتش في شغلي 3 ايام الا اني ما نسيتكيش وكتبت فيك شعر. الله. طب عايز اسمع قولي. بحبك حب ما جاش ولا عدى في حياة مخلوق. بحبك حب يتدرس في مدرسة الهوى والشوق. انت فوق فكر اللي فكر، انت سبحان اللي صور. كل يوم بحبك اكتر، انت ابعد من الخيال. متجوزة زين الأبنودي يا اخواتي. ترمي ودنك كده ليه يا حاج؟ الراجل ودنه في وسطينا. طب سمعني شعر تاني. أقوله لك في البيت. يا من أحمد خير؟ يا ساتر يا رب. جتيلة ده كلام تقوله لي على الصبح؟ وزياد بفين؟ طب هتنقلوه على انهي مستشفى؟ طب يلا وصفت الطريق. مع السلامة. صباح الخير. في ايه يا حبيبي؟ لا مفيش. كمل النوم انت. اكمل النوم ايه؟ انا هقوم اعمل لك فطار. فطار ايه؟ عندي بلغ بجريمة قتل. طلع لي لبس بس. حاضر. السلام عليكم. معاون مباحث المركز زين الجناوي. سمعت الحالة المضروبة بالنار فين؟ زين باشا. أمري. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. فوت عليها بكرة وأديك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكره. حرام عليك شتمني وتقتل امك اللي في بطني. اللي في بطنك؟ جوزك اللي ضربك بالنار؟ سامعني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ بعد اذنك لو سمحت، ده مش وقت تحقيق. اتفضل. ابراهيم يا عادل جهز وقت عملك كتير ولا اطلب سيد محمد بسرعه. ايه
خد الحاجات اللي ماتت واللي ما ماتتش بسرعه. شغالة هنا اسمها مريم، لقيوها مقتولة من شوية. يا ساتر يا رب، يا نهار اسود. أحي يا عيني، انت كبت غلباني. غلبانة مسكينة مش قصتنا، يا رب يرحمها. المهم دلوك البت دي لا شفناها ولا سمعنا عنها ولا عتبت عتبت باب البيت ده، مفهوم؟ مسكينة. ايوه يا سمو صحت. مالك يا بنت حزينك دي ليه؟ البنت اللي اسمها مريم اللي كانت شغاله معانا هني اتقتلت. مريم مين؟ احنا ما نعرفوش حد اسمه مريم. كيف؟ مريم يا سيدي. ولا انت تعرف حد بالاسم ده؟ اتفقين؟ حد يقدر يكسر كلمه ليك يا سيد الرجاله؟ متفقين، بس لو حصل غيرك ده هتحصليها. امشي امشي. انا ما نعرفش انتوا مدين الموضوع اكبر من حجمه ليه. ما انت على نياتك يا هدى، على نياتك قوي. دي حكايه اغرب من الحواديت. معقوله الام تبقى ميته والجنين اللي في بطنها هيطلع عايش؟ العجب يا فيروز ان الدكتور بيقول لنا الطفل صحته حلوه. سبحان الله، قادر على كل شيء. تعرف لو ما شفتش العمليه دي بعيني عمري ما كنت صدقت. طب انتوا عرفتوا مين اللي قتلها؟ ما عرفناش، بس ربنا لا هنام ولا يرتاح لي بالي غير لما اعرف مين اللي قتل البت الغلبانه دي ويتم طفل الله اعلم بمصيره. ان شاء الله. طب يلا بقى عشان تاكل، عشان خاطري انت ما اكلتش حاجه من امبارح. روح كل انت فاهم. انا هموت وانام واقف على رجلي من صباحية ربنا. انا هقفل لك الستائر عشان تعرف تريح، وانزل انا اشوف نادية تحت. من غير لف ولا دوران، انت اللي قتلت البت؟ انا هقتلها ليه؟ مساعد يا ولدي، انا ساترك وغطاك. لو انت قول لي عشان اتصرف. انت اللي بتقول كده يا ابوي، امال الغريب يقول ايه عاد؟ انا اللي لازم اقول لك ده، عشان لو عيل لسه داخل معهد امناء الشرطه اولت امبارح هيشك فيك. ليه؟ مكتوب على وشي سفاح ولا ايه؟ لا، عشان ما فيش نتايه بتعدي من قدامك الا لو حاولت معاه، ولو ما جاتش بالرضا بتيجي بالعافيه، وكل البلد عارفك ده من صغيرها لكبير. يابا دي شغاله. والله قطه بلدي وانا ما عارفكش. قصر يا مسعد وهات الناهيه، ما عندناش وقت. زين زمانه بيفرق على معلومه، لو شك فيك مش هيسمي عليك يا ولدي. Shh.
قدرتش تلحق، استدرت الحرام. الحرامية بيتدسوا في القصب. It's very weird. ازيك يا فيروز؟ ايه الاخبار؟ كويس. ازيك يا امه؟ ازيك يا عليكم يا امه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتوره. الوكل فين يا امه؟ انا واجع من الجوع. عملت كويس النهارده؟ بخير يا امه. يوه يا امه الوكل فين؟ بطنك دي فيها عفريت. فرحانه فرحانه. نعم يا ست. وجع على ودانك اياك. جهز الوكل. امال هو فين زين؟ زين لا عايز ياكل ولا يشرب، نام حبيبي. ليه؟ في ايه؟ متضايق قوي عشان موضوع الست اللي اتقتلت دي. هو كان يعرفها؟ هو زينك ده باله بيتشغل باي قضيه تجيله. ايوه يا اما محروق عليها ليه؟ هي كانت من بقيه اهله. ظابط متربي على الاصول، عنده ضمير. تعرف يا زاد، انا بقالي سنين كتيره في وزاره الداخليه، خدمت تقريبا في نص محافظات مصر، بس زي زين ده انا ما شفتش. بيفكرني بالمسؤولين بتوع بره اللي لما حد فيهم بيغلط بيبقى عايز ينتحر. ايوه يا فندم، بس زين مزودها شويه. ما كانتش واحده اتقتلت يعني، ايه المشكله بده؟ لا هو بس عنده ذنب يا زياد. طريق تحيات ولا لسه؟ ايوه يا فندم، بعتوا يجيبوا لي الناس، كم مسجل على كم مرشد، نبدا بيهم المشوار ان شاء الله. نبي يا زياد انا عايزك تركز شويه على بال ما زين يخلص اللي في ايده علشان ينزل يمسك القضيه. هو حضرتك هتديها لزين؟ ما اسمهاش هديها لزين، اسمها قضية زين أساسا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا، عمري ما شفتها قبل كده. أمال قالوا لي إنها اتشافت معاك قبل كده ليه؟ لا والله يا بيه، أنا أول مرة أشوفها لما حضرتك وريتني صورتها. قدام عديت على نص العائلات الكبيرة اللي في البلد، ومحدش عمره شافها ولا يعرفوا عنها حاجة. طب ما شكيتش في حد فيهم؟ ابدا يا سعاده الباشا. شفت الست دي قبل كده؟ لا يا باشا ما شفتهاش. وانت؟ ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا يا بيه ما شفتهاش. لا والله يا باشا ما شفتها. لا يا باشا ما شفتهاش. لا عمري ما شفتها يا باشا. يعني ما قطعتش من عندك تذكره ولا دخلت بيها قبل كده؟ ولا افتكر انها عدت عليا يا باشا. لا انا دكتور ولا مره جت كشفت عندك؟ طمنت على حملها مثلا؟ لا هي عمرها ما جات الوحدة الصحية عندنا، بس في ستات كتيرة بتحمل وبتخلف وما بيجولناش، يعني بيعتمدوا على الوصفات الشعبية. يعني ولا مخروج يعرفها ولا حد شافها ولا عدت على الموقف ولا محطة القطر ولا الوحدة الصحية؟ أمال طلعت لنا منين دي؟ أكيد يا باشا مش من البلد هنا، أكيد من محافظة تانية. يعني هي عشان من محافظة تانية ما نعرفش مين اللي قتلها؟ هنعرف يا باشا. أنا شاكك في حاجة كده، لو طلعت صح أعتبر القضية دي خلصانة. ساعتين وأرجع لسنة. طب لو قلنا الطقطقين؟ البنت دي بقى عندي قوي يا مسعد باشا، ولو اتدفع لي فيها 10 مليون جنيه مش هبيعه. ده انا بنيه بيد دول طوبه طوبه. طب لو قلنا الطقطقين؟ مش هبيعه لو الطاق 10. وانا يا باشا اعتبرني ما عنديش بوت للبيع. طب معاكم مهله يومين تفكروا. اعتبرني فكرت مش بايع. وانا كمان. انا قلت يومين تفكروا، وبلاش اكمل الجمله عشان تكملتها مش هتعجبكم. منتظر موافقتكم. نورتم. انا ما فهمش الجنيه دي ولا ايه؟ ولا حد في البلد عارفها؟ احنا جبنا كل مشتبه فيهم من البلد والبلاد اللي حواليها، ولا حد عمره شافها. وانا كنت شاكك في واد لسه خارج من السجن من شهر، رحت لقيته متلقح في الجبس بقاله اسبوع. ما من الواضح انها مش من البلد يا زياد بيه، بس السؤال هنا، البت دي حملت في البلد ولا جاي البلد حامل؟ ومتجوزة ولا مش متجوزة؟ ولو متجوزة جوزها فين؟ ولا حكايتها ايه البت دي؟ عموما البحث الجنائي شغال وكلها ايام ونعرف هي مين. وانا بعد اذن سيادتك اديت صورها للامنا، قلت لهم ينزلوا بالصوره لسواجها، يمكن حد يتعرف عليها ولا حاجه. تمام يا زين. منشفين دماغهم على الاخر.
ما زودتش السعر ليه؟ زودته، هما اللي مستغنيين. حاول معاهم تاني بالراحة وزود لهم أكتر. طب وليه؟ ما شد عليهم وأقول لهم إن اللي بيعملوه ده هيجيب لهم المشاكل. لا واحدة واحدة. تعلم من أبوك، حاول معاهم مرة اتنين تلاتة، وبعد كده نقدر نكرهوهم في بيوتهم من غير ما نخش في مشاكل. كيف يعني؟ فين الطريق؟ إن شاء الله تطلع إشاعي إن بيتهم فيها جن وعفاريت. موسى عايزك تشد حيلك وتشوف لك عروسي. لا لسه شوية. شوية قد إيه؟ فاضل لك كام رقاصة لسه ما عدتش عليك. لسه ما شبعتش عاد. ولا عمرك هتشبع يا ولدي. خلاص طالما كده كده مش هشبع، خليني كده، انا كده مبسوط. في حل تاني يا مسعود. ها؟ اتجوز واعمل ما بدالك. حتى في احلامي ياما صوتها ما بيفارقنيش، وهي بتقول لي لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، كان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي، انت ما كانش في يدك حاجة وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقة واحدة عشان خاطر يا ولدي. قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله، دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعاية، وانت عارفه ضر الرعاية عندنا حالها ما بيصرش لعد ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل اللي كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت، كنت بفكر يعيش عندنا في البيت. انت عارفه يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش، احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه، خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي، لو ابوك عايش كان جاب الواد هني وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه، هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه؟ والله يا اما لا شفت ولا اشوف بطبت قلبك. روح يا شيخ، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك. حافظ عليك يا ولدي. مستغرب من القرار اللي انت خدته ده. قرار ايه؟ عزت بيه قال لي انك كتبت طلب للتضامن انك عايز تاخد الواد من البنت اللي اتقتلت دي وتربيه عندك في البيت. طب وايه الغريب فيك ده؟ وبعدين دي الحاجه الوحيده اللي هتريح ضميري تجاه تقصيري مع امه. هتريح ضميرك بس هتجيب لك مشاكل كتير. عمر الخير ما يجي من ورا مشاكل يا زياد. اوعى تكون اتجنيت وهتكتب الواد ده باسمك. اللي انت بتقوله ده التبني حرام وغير قانوني، خلف شرع ربنا وخلف القانون. كل الحكايه انها تكفل بتربيته عندي في البيت وبس. سمحولي ان اختار له هو اسم. وهتسميه ايه؟ هسميه صالح. على اسم ابوك؟ لا، على اسم صالح سليم. هو نتيجه التحليل بالنسبه لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي، اما بالنسبه ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجه التحليل بتاعتك بتقول انك استحاله تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمه في كده. ايه المسخره دي؟ بيت الجناوي زاد راجل. سمي الله يا امه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي، ذنبه ايه يتيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره ده؟ مصيره يبقى زي الفل يا امه، ده اتربى بيت الجناوي وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. دمك طيب يا ولدي. برضه عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص بقى امر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل مرة ألف يا فيروز. أيوة بس ما كنتش متخيل إنك هتعمل كده بالسرعة دي. فيروز بتتكلم صح.
ويا زين كتبته على اسمك؟ استغفر الله العظيم، انا عمري ما اعمل حاجه تغضب ربنا. انا ما تبنتوش، انا اخترت له اسمه بس، سميته صالح يا ابو. على اسم ابويا زين؟ ولو بقيت اسمي اي طفل اتولد في البلد دي صالح على اسم ابوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذريه الصالحه زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كانه ما ماتش. هما دلوقتي هما عايزين واحده بترضع في البلد عشان ترضعهم. شوف كانه جعان. فرحانه بنتي يا فرحانه. نعم يا ست. تعالي هنا، عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان تردع صالح. من عيني يا سيدي. صالح اصبح على خير وجيب له الخير. انا ما بقيتش فاهم حاجة. تصبح على خير وجيب له الخير. شفت حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا أم. صباح على خير. وانت من اهل الخير يا ولد الخير. المحضر مش هتقفل ضد مجهول يا زياد. يعني هتفضل فاتحه كده؟ ما خلاص كل اللي في ايدينا عملناه. بقول لك من يوم ما اتقتلت وانا ما بنامش، احساس اني كنت اقدر انقذها ما بينامنيش. يا عم عمرها كده، احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق ما عرفناش، هنعمل ايه تاني يا زياد؟ حاسس اني هوصل لحاجه. اه عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه. يا رب تنام يا رب تنام وانا اذبح لك جوز حمام. يا لوح يا لوح يا قمر يا واد قوم بقى، انت على طول نايم كده. بس يا بنتي في نايم عايزه يقوم. وا جبنا له يما كل حاجه، كل حاجه هيحتاجها. ربنا يخليك يا بنتي ويرضيك يا فاروز. انا ما عملتش حاجه يا ماما. امال قعدتي تقولي مش عايزاه ومش هينفع يقعد، اشمعنى ديروك؟ انا لسه عند رايي يا طه. يا فيروز اكيد هو مش هيطول هنا، كلها يوم اتنين واهل امه هيظهروا. طيب ولو مفيش حد ظهر من اهل امه ولا اهل ابوه؟ اكيد مش هنرميه في الشارع يا طه. اكيد طبعا مش هنرميه في الشارع، بالعكس احنا نوديه احسن دار ايتام في مصر، وانا هتكفل بيه لغايه ما يتخرج من الجامعه ولغايه ما يتجوز كمان. زين اول مره من ساعه ما عرفتك تجبرني على حاجه. علشان أول مرة من ساعة ما عرفتك يا فيروز تبقى غلط. بس أنا بنت برضو يا زينو، عندي مشاعر ومن حقي عليك إنك ما تجرحنيش. إحنا لو كنا بنخلف كنت هتتبنى الولد ده؟ أولاً ما تبنتوش، ثانياً بيت الجناوي طول عمره مفتوح للي ملوش ظهر، ثالثاً وده اللي عايزك تفهميه إن أنا لو مخلف 10 عيال كنت هجيب الولد ده هنا برضو. طب عشان خاطري بس احنا ممكن نوديه لاحسن دار ايتام في مصر، انا اعرف دار ايتام في المعادي على مستوى عالي جدا وممكن نراعيه هناك لغايه ما يكبر. فيروز انا لو امي قالت لي انا الواد ده في البيت هختار الواد ده وكلامي خلص في الموضوع ده. طب انا محتاجه اروح لاهلي كام يوم كده اريح فيهم اعصابي. وانا مش فاضي. خلاص يبقى سافر لوحدي. ومن امتى وانت بتسافر لوحدك ولا بتروح حته لوحدك؟ من ساعه ما بقتش تراعي مشاعري يا زين. طب استهدي بالله واغذي الشيطان يا فيروز. لسه زعلان مني يا ولدي؟ لا ازعل من ايه؟ الخلفه مش عيب ولا حرام، وفي الاخر اللي نقولك من قلت لك اني رجعت لاول مره يا مسعد أرجع في كلمة قلتها. هقول لك عين العقل يابا. في حد يا ولدي يوجع ظنه حتة منه فوق كل ده؟ دراعه اليمين اللي بيعمل بيه كل حاجة. بلك يا مسعد أنت الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا. ما أقدرش يا ولدي أزعلك. أي حاجة تهون حتى لو كانت الحاجة دي ضنا من صلبي وهيبقى زيه زيك. وانت عارف يا ابوي انك لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلقى حد يفتك بروحه غيري. خليك ليا يا ولدي. ما اتخلقتش المره اللي تنولي دراعي، عايزه تقعد تقعد، عايزه تسافر تغور في داهيه. ناس ما بتقدرش النعمه يا خالتي، وهي طول تعيش تحت رجل زين بيه الجناوي؟
بتتسلط علينا ولا يا ليلى؟ ايش دخلك انت في ايه يا ليلى؟ ايه يا ولدي مالك؟ ما طايقش كلمه من حد ليه؟ انا فيا اللي مكفيني يا ام الغلبان ده بتطاردني في كوابيسي. الاقيها منين ولا منين؟ اجيب حق اللي قتلها ولا رايح ضميري وعايش الواد في البيت؟ ما انا اقدر اعيش في اي بيت تاني واصرف عليه بالجنيه المليون، بس ما فيش حاجه تريح ضميري غير انه يعيش في البيت ده. ليه يا ولدي؟ لو هو انت اللي كنت قتلتها؟ ما قتلتهاش يما، بس كنت اقدر انقذها. انا خنت القسم. واحده جايه لظابط قدام قسم بتقول له اديني من وقتك دقيقتين، بيقول لها فوتي علينا بكره. لو شغال في محل بقاله مش هقول لك ده يا امه. هون على روحك يا ولدي، يا ريت الدنيا كلها زي قلبك، كنت هتعمل ايه يعني؟ وذنبها هي فيروز، سابت ابوها وعيشتها وحبايبها وجت عاشت معانا هنا عشان بتحبك يا ولدي. جبت لها واد غصب عنها من غير ما تاخد اذن منها وهي لسه ما خلفتش عشان خاطر امك يا ولدي. خد اجازه واطلع بيها على مصر، جلعها، غير جو، منها كمان تشوف أهلها يا ولدي. قول قول يا حاسس بجرحي. قول مصطفى كامل يبقى حصل مصيبة. مالك يا ليلى؟ زعجلي يا صفية، زعجلي قدام مرت عمي، زعجلي عشانها. أكيد عملتي حاجة تخليه يزعجلك. ما عملتش حاجة. قولي يا ليلى. طب بذمتك في واحد زي زين ها يتجوز واحدة زي فيروز تاني يا ليلى؟ تاني؟ لا تاني ولا تالت. أنا كنت واقفة وهو صوته كان عالي، وقال عايزة تقعد تقعد، عايزة تمشي تمشي. كان نفسي اقول له تغور داهية، بس انا طلعت مؤدب وقلت له هي الطول تعيش تحت رجلك. قام مزعج لي يا صفية. ما كان لازم يزعج لك يا ليلى، فيه واحدة تتدخل ما بين راجل ومرته في وقت زي دي؟ بقول لك ايه يا صفية، غوري من وشي. طب غوري. اهدي اهدي واشرب الشاي. مش عايزة. ادوني اجازه من الشغل. يعني هتيجي معايا؟ ولو من امتى ما بكونش معاكي؟ ولو ما كانوش ادوك اجازه؟ ما كنتش هتسافري. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كل اللي انا بعمله ده شغل اطفال يعني. يعني لو كنت نشفت دماغك وصممت ان انت ما تجيش معايا كان كل الهدوم دي هترجع الدولاب تاني. عارف ومتاكد. مش عايزك تزعلي مني، الفترة اللي فاتت كان مزاجي زي الزفت. عارفة وحاسة بيك والله، عشان كده كنت بحاول أطلعك من اللي انت فيه. بعدين العيل الصغير اللي تحت ده ملوش حد غيرنا بعد ربنا. أنا كنت فاكرك هتكوني أول واحدة هتفرحي لما قلت إن أنا هجيبه هنا، علشان عارف إن مفيش قلب أطيب ولا أطهر من قلبك. أنا كان نفسي أول طفل أشوفك بتختار له اسم وتهتم بيه وتدلعه يكون ابننا. لما شفتك جبت الطفل ده وفرحان بيه حسيت ان انت خلاص فقدت الامل اننا نخلف، مع اني لسه عندي امل كبير في ربنا اننا هنخلف ان شاء الله. وانا كمان عندي امل كبير في ربنا يا رب ان شاء الله. منصور. رضوان. ازيك يا منصور؟ الحمد لله. مشتكش وانا في الجامع يعني. مش بصلي ورا شيخ الجامع دي. ليه يا ابو عمرو؟ ده شيخ ما يعرفش ربنا. سمعت انك كنت عاوز تقابلنا يا رضوان. وطلبتك ما ردتش. مش من الاصول ومن الدين انك لما تفكر تتقدم لاختي تطلب يدها مني انا؟ سالت عليك قالوا لي في الجيش وهتغيب هناك. وليه اختها رضوان؟ عشان تدينها واخلاقها وتربيتها. بس هي مش متزمته زيك يعني، بتسمع اغاني وتتفرج على تلفزيون عادي يعني. لكل داء دواء يا صاحبي، وكل حاجة وليها علاج. داء ودواء ايه؟ انت فكرتني هستنى لما يبقى فيها داء؟ اسمع رضوان، الأخت دي حياتها وأنا عارف إنها مش هتغيرها.
طب مش تسألها الأول؟ طب لو سألتها وما وافقتش؟ هتوافق. خلينا أتكلم معها الأول وأشوف رأيها إيه. هو الرأي مش رأيك ولا إيه؟ لا رأي رأيها، بس بعد ما تسمع نصيحتي. السلام عليكم. نصيحتك ليها كون يا منصور. جرى يا رضوان، ده كلام مع أهل بيتي. لما يجيك الرد هتبقى تعرف. بقول لك ايه يا زين، على فكره مامي طيبه، بس هي طريقتها كده طول عمرها حتى معانا. اوعى تكون زعلت منها. ازعل منها ليه؟ عملت حاجه تزعلني وانا مش واخد بالي؟ حتى لو عملت حاجه تزعلني عمري ما زعل منها. انا عارفه ان انت بتعاملها كويس ومستحملها عشانك وعشان انا اتربيت على كده. الكبير حتى لو غلط ما ينفعش ازعل منه لاحترامه. وبعدين انت امك دي لو ام 44 ما ينفعش ازعل منها عشان حاجه واحده. ايه هي بقى؟ انا خلفت لي فيروز. حبيبي يا زين، ربنا يخليك ليا. مش عارف خلفتك كيف دي. مامي زي القمر، ما تقولش كده. قلت ايه يا ليلى؟ ليلى ملهاش جول يا منصور. الجول جولك. الجول جولها وراي رايها. هي اللي هتعاشر وهتعيش معاه. ما عندناش بنات تقول رايها في جوازتها. ده كان زمان يا ام منصور. قلت ايه يا ليلى؟ انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي يا ولد ابويا. امال هتفكر امتى؟ لما يبقى عمرك 50 سنه. مش عارفه ده العريس القامه اللي بترفضيه ان شاء الله يكون مهي. كل ده عشان ايه؟ عشان زين؟ طب زين دلوقتي متجوز وعايش في هنا ونعيم مع مرته. رايح فين؟ رايح اصلي يما. مرته اللي اختارها من مصر مش من بلده ولا من قرايبه. فيروز، ممكن اتكلم معاكي؟ ايه يا مامي، في ايه؟ انا مش مبسوطه ولا مبسوطه لك. ليه بس كده؟ انت مش شايفه نفسك في المرايه ولا ايه؟ انت كنت زي الورده المفتحه، دلوقتي بقيتي عامله زي الورده الدبلانه. يعني لما اجي هنا هفتح تاني؟ اكيد طبعا، لما تكوني في وسط اهلك مع اصحابك اللي انت بتحبيهم في النادي بتاعك اكيد هترجعي زي الاول واحسن. مش بايدي يا مامي. لا بايدك يا فيروز. قولي لي عايزاني اعمل ايه وانا اعمله؟ اول حاجه تعمليها انك تسيبيه يرجع لوحده وتقولي له ان انت عايزه تقعدي مع اهلك شويه، ولما يكلمك في التليفون علشان يرجعك اتلككي له باي حاجه، هيضطر انه يجي، واول لما يجي تكلميه بمنتهى الوضوح والصراحه وتقولي له ان انت مش عايزه تعيشي هناك، وانه لو عايز يكمل في الجوازه دي ينقل شغله كله هنا، فهيضطر انه ينقل شغله هنا. ما ينفعش يا مامي، زين اهله كلهم هناك وما يقدروش يستغنوا عنه، زين كبير عيلته. زي ما هو كبير عيلته ما يقدروش يستغنوا عنه، انت كمان بنتي وما اقدرش استغنى عنك. عايزه تقول ايه؟ بصراحه عايزه اقول لك على حاجه مهمه. الدكتور اللي قال كلمه مستحيل ده لازم نغيره. الكلمة دي ما بقتش موجودة في الزمن ده، احنا في 2018 والعلم اتقدم وفي مليون حل لموضوع الخلفة ده. احنا ممكن نغيره ونروح نشوف دكتور تاني، وممكن كمان نسافر بره نشوف دكتور في يوروب، اكيد في حل. لو ربنا كان رايد حل ما كناش هنحتاج اللفة دي كلها. من علامات القبول التيسير. وبعدين مين عارف، يمكن نشقى ونتعب عشان نجيب واد ولا بنت يتعبونا. وبعدين بصراحة بقى أنا مش عايز حد يشاركني فيكي. أنا لو خلفت 20 طفل مفيش حد هياخد من حبي ليك. عشان خاطري أنا عايزة طفل منك. كرهتني في عشتي يا مرت عمي. دي بتقول لي كلام عفش في الرايحة والجاية. خدت مني المحمول ما بقيتش تناديني غير يا بايرة. أمك شكلها اتهبلت على كبر. طب ما تيجي تقعدي معانا يومين يا ليلى. مش هترضى، مش هترضى يا ناديه. دي منعاني ان انا اجي هنا وكل ده ليه؟ يا ريته عشان حد عتل، عشان الواد الفاضي اللي قاعد للرايحه والجايه ما تكلموش ده، ما تدخلوش عند ده، ما تعملوش ده، حرام عليكوا تشتروا من عند ده. من لو عدل شويه كانت عملت ايه؟ كانت ذبحتك؟ ده انا لما بعدي من قدامه بيقعد يستغفر ربنا ساعه، كاني معديه من قدامه ببدله رقص. ليه يعني؟ شافك عفريت اياه. لا القصة مش في رضوان، القصة انها عايزة تجوزني وخلاص.
يجي الحكايه كده. ما تزعليش نفسك يا ليلى، انا هروح واتحدث معاه. رجعت عن اللي في راسها، رجعت نشفت راسها، هجيبك في يدي واقعدك معانا هنا. ولا تزعلي نفسك، قومي تعالي. تعالي يا حبيبتي ولا تعيطي، تعالي تعالي يا حبيبة مرت عمك، ولا تزعلي. تبات نار تسبح رماد يا بنتي. كنت فين؟ عديت على النادية شوي. مش قلت لك البيت ده ما تعتبهوش تاني؟ ريحي نفسك يما، زين مش قاعد، مسافر. قاعد مش قاعد، البيت ده رجليك ما تخطيهوش تاني. ولا على ايه؟ ما الاسهل مالكيش خروج تاني. يعني هتحبسيني يما؟ اه يا ليلى هحبسك، واول خطوه هتخطيها بره البيت ده هتكون لبيت جوزك. والله سيبونك وامشي. تعالي هنا يا بنت. تمشي تروحي فين يا روح امك؟ انت فاكره نفسك متربيه في بلاد بره؟ فوقي قبل ما تعوجك. يما حصل ايه يما؟ بتضربني يما؟ واربطك في الكرسي كمان. طب الله يرحمه عمره ما عمل. عشان كنت لسه بعجلك على اوضتك، وياك اشوفك بتعتبي براه ومن هنا ورايح. الوكل ودخول الحمام بالاذن. موري تعالي. اها، كل ما يمسكه الواد يصرخ في يده، يقولش يده فيه عفريت. ايه يا ولد الجناوي؟ حبيبي يا ولدي. عامله ايه يا نادية؟ بخير يا اخويا. ازيك يا فرحان؟ هاتي الشنطه طلعيها على طول. وحشتك يا اما. قولي حبيبتي. حبيب امك. وحشتك قوي يا ماما. اهلا. فطرت سعيد يا عاد. لا والله. الله اكبر. اللي مقعدك مع الفلتان ده هيفسد اخلاقك. يا اخوي داخل على الواد زي القطر، هو ولدك واحنا ما نعرفش. طول عمرك حنين يا ولدي، ما هيسكتش غير على دراعك. ربنا يخليك يا رب ويديني الصحة وطولة العمر واشيل خلفتك قادر يا كريم. طب أنا تعبانة شوية من السفر ومحتاجة أخد شاور، عن إذنكم. روحي يا بنتي. جبت لي اللي قلت لك عليه؟ يا بنت ده أنا أنسى اسمي وما أنساكيش، جبته لك في الشنطة فوق أنزلهم لك دلوقتي. والكتب يا زين؟ جبتها لك من مكتبة مدبولي. ربنا يخليك يا ولدي، ربنا ما يحرمنا منك يا دير كريم. الله يخليك يا أمه. سم الله امسكي. اطلع بقى اما غير ولا استريح شويه. روحي يا حبيبي تعبان. روحي هاتي الواد. لا يا أمه، العيب عندي مش عندها. والموضوع ده ملوش علاج؟ لا ملوش علاج، وانا راضي بقدر ربنا. محدش بياخد فوق ال 24 جراد بتوعه. ربنا يرضيك يا ولدي. اقول لك ايه؟ عشان خاطر انا يا ولدي، ما تزعلش نفسك وما تحطش في راسك، لا يجرى لك حاجه. ازعل نفسي من ايه يا امه؟ ازعل نفسي من ربنا؟ من قدره؟ لو ابني حاجات كتير حلوه، الشغله اللي بحبها، والزوجه الصالحه، والام الصالحه، والنعمه بالله. وطلبه منك طلب، تاخد بالك من فاروس. انت مدي وقتك لشغلك، اديها شوية وقت. هم اعمل اكتر من كده ايه؟ ما انا خدت اجازة وودتها لاهلها واستحملت امها اللي ارخم من الخليل كوميدي. يا حبيبتي الطب اتقدم قوي، ومهما كان اللي عندكم فله علاج. قصدي اللي عندي زين. انا وزين واحد، اللي فيه فيا واللي فيا فيه. مش هتلاقي حد يخاف عليك ويحبك قد زين. اوعى يا حبيبتي تفتكري ان اللي حاصل ده ممكن يخليني افكر لحظه ان انا اسيب زين. ايه الحشيشه اللي شبه وشك دي يا زفت انت؟ جولك يا طه، دي مغربي. دي مغربي؟ دي مخلوطه برشام يا ابو مخ ضايع. ده حشيش تستحل انضف منها 100 مره. ده انا دماغي صدعت. مفيش معاك نوع انضف من ده؟ معاه بس شايله المسعد حبيب القلب. قصدك ايه يا طه؟ يعني انا احوش عنك حاجه عشان اديها المسعد؟ شحالنا كنت صاحبي. ما هو كمان صاحبك. مسعد عمره ما كان صاحبي، ده شغل وبس. لو ما كانش بيطلع لي من وراه مصلحه لا كنت جبته لحاجه ولا عبرته. ما كانش العشاء مطاه. خص عليك.
بحاول اصدقك. كنا بنقوله ايه؟ كنا بنقول نشوف لنا محل في الغردقه نفتح بازار. غردقه؟ ده انا لو رحت اعيش في الغردقه كان زين يقتلني. زين احنا في زمن ما حدش بينفع حد فيه، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. احنا في زمن نفسك ثم نفسك والجديد ثم نفسك. بعدين ما تاخذنيش يعني يا طه، هو زين بيه كان نفعك بيه ولا اهلك كانوا نفعوك بيه؟ ما كانوا شايفينك اصلا ولا حاسين بيك. ده اهل البلد لحد فتره قريبه كانوا فاكرين الحاج صالح الله يرحمه ما معهوش واد غير زين. اشرب يا طه وكانش راسك خفيفه. خير يا مرات عمي؟ ليلى جاهلها عريس جاي هو واهله يطلبوا يده للجواز. الف بركه. طب وايه المشكله فيك ده؟ المشكله منصور رافض العريس وهو ما بيكبرش الحاج غيرك انت. لو انت وافقت هو هيوافق. طب ممكن اعرف مرات عمي مين العريس اللي منصور رافضه ده؟ رضوان ولد الحاج صبري، واد محترم ومتدين وما بيسيبش فرد. بصراحه مرات عمي منصور عنده حق انه يرفض، الواد ده مشبوه. سنتين الاخيره دول نستشيخ وماشي في وسط جماعه غريبه والكلام عليه كتير. هو اللي يعرف ربنا اليومين دول تقولوا عليه مشبوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما احنا كلنا نعرف ربنا، مالناش صلاح بالكلام ده. طب ايه المطلوب مني دلوقتي يا مرات عمي؟ انك تلين دماغ منصور وتحضر القعده دي. حاضر يا مرات عمي، هحضر القعده. والله العظيم يا صفيه لو امك فضلت تضايق فيا لا هسيب لها البيت وهمشي، ومفيش جنس مخلوق هيعرف لي طريق. كل ده عشان عايزه تفرح بيكي؟ امك ما عايزاش تفرح بيا، امك عايزه تخلص منك. حرام عليكي والله يا شيخ، دي ما حبتش حد جدك. اللي تكسى على بنتها كده تبقى ما بتحبهاش. امك بقيت قاسيه قوي يا صفيه. ما كانتش كده، بقيت كده بعد ما ابونا الله يرحمه مات. كان لازم تحافظ على البيت، كان لازم تحافظ علينا. انا قلت اللي عندي وبكررها لك، لو فضلت تضغط عليه لا هتصحوا من النوم في يوم ما تلاقونيش. هتروحي فين يعني؟ هروح اي حته، مصر اسكندريه اي حته اعيش فيها مرتاحه. مصر ولا اسكندريه؟ هتعملي ايه انت في مصر ولا اسكندريه؟ اشتغل. ايوه اشتغل واعيش مرتاح. ومن ارتاح من امك ممكن انسى زين. ياما في ايه؟ في ايه؟ ما هو ما يشطحك. قوم قوم تعالى هنا كلمني. اهدى اهدى. انطق اهدى. الحشيش ياما. بيعمل معاك ايه؟ بتاع واحد صاحبي. وايه اللي جابه في جيبك؟ كنا قاعدين مع بعض ونسيه معايا. نسيه معاك ليه؟ معاك عشان تشربه؟ وفيها ايه يعني لما اشرب؟ ما كل اللي في سني بيجربوا الا انت. انت ما ينفعش. انت ما عارفش انت والد مين؟ انت والد الحاج صالح الجناوي واخو زين بيه الجناوي. يا مرحميني عاد بكلامك ده. زين زين زين، هي كل حاجه اقولها لك تدخل فيها زين؟ اقول زين عشان هو كبيرنا بعد ابوه. والله العظيم يا طه لو ما ترجع عن اللي انت فيه ده لا تشوف من وش تاني. وحقول لزين النبي لو لقيت الحشيش ده في جيب زين لا تقولي حرز ونسيه في جيبه. عشان زين محترم ما يعملش كده. زين محترم عشان معتبره هو اللي ولدك، لكن انا مش معتبراني ولدك. كان امي هي اللي ماتت واتدفنت في التراب. والله ما كان لزوم تكلفوا نفسك يا حاج صبري. منورين. نورك يا والدي الغالي، الله يرحم ابوك. كل خير على الكبير وعلى الصغير. الله يحفظك، كان بيحبك والله. نور يا رضوان. نورك يا زين.
زين ومنصور يا ابوي زي ما انت عارف عشرة عمر وزمايل دراسة، كبلنا مصايب كتير. اي والله يا حاج ما شاء الله عليه طول عمره مؤذي وبتاع مصايب. اللي انت بتقوله ده عيب الناس ضيوفنا عيب. كلنا كنا اشقى واحنا عيال صغيره وربنا هدانا الحمد لله لما كبرنا. قلت العمر هادي وكان نسمه. يعني هو صغير كان نسمه ولما كبر عمل عمليه وقلب رضوان. عروسه فين القعده بعد ما امال العروسه فين؟ ربنا لسه بساله نفس السؤال دلوقتي. العروسه فين؟ اهي وصلت اهي. يا مرحبا يا مرحبا منورين. انا جاي النهارده انا والوالد والوالده علشان نطلب يد الاخت ليلى. وانا مش موافقه. ايه يا زين؟ هتجوزني غصب عني؟ يا كلمتي الربايه يا اما كيف تتكلم يا اخوكي وولد عمك قاعدين؟ مرات عمي محدش هيتجوزك غصب عنك يا ليلى. اللي بتقوله ده يا زين؟ مرات عمي اذنك عاد صبري ما عندناش بنات. منصور جايبين تصغروني قدام الضيوف. انا اسف رضوان، انا اسف حاجي صبري، انتوا عارفين كل حاجه بالخناق الا الجواز والاتفاق، وعيله صغيره لسه من ناحيته ومن ناحيه امها هنلاقي اندماغ ودونا 48 ساعه فرصه للرد. السلام عليكم يا زين. وربنا ما انتوا ماشيين لما تاخدوا الواجب. يلا يا رضوان يلا يا حاج صبري. يلا يا رضوان عيبك ده والله. يلا طب اشربوا الشاي. يلا قصر يا زين. شرفتونا ونورتونا يا حاج صبري. الله يحفظك. 48 ساعه ارد عليك رضوان ان شاء الله. في رعاية الله. حول ولا قوة إلا بالله. مرات عمي مرات عمي وأنا اللي جايبك عشان تحل وتوعيها وعامل لي فيها كبير العيلة. كبير العيلة صح كان الحاج صالح الله يرحمه لو كان موجود كان حلها، بس أنت خسران إيه؟ ما أنت متجوز ومتهني ومتجوز من مصر مش من أهلك وناسك. ما صحش اللي بتقوليه ده ياما. لا صح يا منصور، أنا آسف يا مرات عمي، بس انت لما جيت لي ما قلتليش انها مش موافقه. عموما انا اسف اني قعدت القعده دي، عن اذنكم. يا زين عاجبك اللي عملتيه ده؟ سيبني في حالي، سيبني في اللي انا فيه، مش هتجوزه، مش هتجوزه. تعالي هنا، تعالي هنا تتجوزي مين؟ تعالي معايا. سيبيني في حالي يا جليت الربايه. ارضى عليك يا امي. اطلع فوق، اطلع يا جليت الربايه. مين؟ سي مسعد لازم تفهم ان ابويا جاي بالمزاج، يعني زيك زي الافيونك ده. اي اكتر من كده مالكيش عازه. هو كان حصل ايه؟ حط دسلك على طرف. ليه دوس لامي على طرف؟ كانوا ضربني 100 طلقه. هي اللي ابتدت تعمل اللي هي عايزاه. وده في عرف مين بقى ده؟ في عرف البيت ده، ولو ما تعرفوش عرفولك. ام ست البيت وكلمتها تمشي على الكل، من حيطان الارض للبشر اللي عايشين فيه، وده اخر انذار ليكي. لو سمعتيها تاني كلمه ما عجبتهاش مش هيبقى ليكي مكان وسطينا. خصيمك النبي زي ما تزعل من امك، ورحمه ابوك وابويا يا شيخ ما تزعل منها. انت عارف مرات عمك تطلع وتعمل هلوله كبيره وتنزل على مفيش. امك الوحيده منصور اللي لو ضربتني بالبلغه ما زعلش منها، ده اللي مربيها نياد. والله هي ما عايزه حاجه في الدنيا ديت غير ان هي تجوز ليلى وصفيه وتطمن عليهم. هو انا الواقف في طريق جوازهم يا منصور؟ محدش قال كده. انا عارف ان غلاوتهم عندك من غلاوه ناديه تمام ورب الكعبه ويمكن اكتر. كل اللي بتمناه من ربنا ان الثلاث بنات يتجوزوا احسن جوازات، بس بالعقل، مش عشان امهم عايزه تجوزهم نرميهم كده. وبعدين ما انت شفت العريس ده مشروع ارهابي قد الدنيا، ده مش بعيد كان ضم اختك للسبايا. زين باشا محتاج حضرتك ثانيه واحده. خير يا امين رضا اتكلم. ده منصور واد عم انا هو واحد. عملت زي ما قلت لي بالظبط. وصلت لايه؟ القتيله كانت شغاله ببيت هتلر من 7 شهور. متأكد من الكلام ده؟ كل اللي شاف اسرتها قالوا ده. 7 شهور انا طلعت من بيت هتلر وهي حامل في الثاني، وهتلر عنده ديب في البيت اسمه مسعد، دي واضحه زي الشمس يا رضا. يا رب انا وشك حلو يا واد عمي. كمل شيك وروح انت، عندي مشوار مهم.
تعالى معايا. قول لي وش حلو في ايه؟ اقول لك بعدين. الشحنة كده تمام يا ابوي. الله يرضى عليك يا ولدي. معاود المباحث زين صالح الجناوي بره، وعاوز حضرتك. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وده عاوز ايه ده؟ قعدوه شوفوه يشرب ايه لغاية ما اجيب. يا مرحب بالغالي ولد الغالي. أنا عارف معزته عندك قد إيه. إزيك يا كازيم بيه؟ الحمد لله. إزيك يا مسعد بيه؟ إزيك يا كازيم بيه؟ الحمد لله. اتفضل. زيد فضلك. خير يا كازيم بيه؟ خير إن شاء الله. ما أعرفش حضرتك تعرف ولا لا، الخدمة اللي كانت شغالة عندكم اللي اسمها مريم اتقتلت. قتلت ولا ماتت موتة ربنا؟ احنا مالنا؟ كان من بقيت عيلتنا؟ لا يا مسعد بيه، بس هي اتقتلت وهي حامل في التاسع، وانتوا مشيتوها من البيت هنا من حوالي 7 شهور، يعني حملت في البيت ده، وللعلم ان اللي في بطنها طلع عايش. سبحان الله، ده من بخت ابوه. وعرفت اللي قتلها؟ اسال ولدك. قصدك ايه؟ تجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمة قتله في بيتي؟ ما قالولكش ان ما في ضابط يقدر يقرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا، فيه اسمه زين صالح الجناوي، بينه وبينك خطوة، بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها ورحمة صالح الجناوي لوصله بيدي الحبل المشنقة. والله يما من فجر اللي خلفوني ولدك اللي مسك القضية، إن شاء الله لبسة لبسة. ربنا يعينك يا ولدي، قلبي كان حاسس إن القاتل من بيت هتلر. طب هما يلبسوها كيف يا زين من غير دليل قوي؟ الدلالة هتظهر واحدة واحدة يا طه، ده مجرد خيط بسيط اللي أخوك مسكه ده. وبكده أكيد هتعرفوا مكان أهل الولد فين. إن شاء الله يا فيروز. يا رب ما يظهروا عشان صلاح يفضل معانا. حرام الولد يعيش بعيد عن أهله. إن شاء الله هتلاقوا أهله وهياخدوه. كل همك إن الواد يمشي وبس. أنت شايف كده يا زين؟ أيوة شايفك ده. بنتكلم على حق الست اللي اتقتلت، وأنت كل اللي فارق إن نلاقي أهله عشان يمشي. إحنا في ولا في إيه؟ معلش معلش، غصب عنا رحنا يا أخوي. طيب خاطر، عشان خاطر أمك، عشان خاطر يا ولدي. أصبح على خير. متزعليش اني اتعصبت عليكي. اوعى تفتكر يا زين اني ما بحبش الاطفال زيك واكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واتنين وتلاته. بس المفروض اللي يتضايق ويتاثر هو انا، لان المشكله عندنا. الدكتور قال ان انا اللي ما بخلفش. مفيش فرق بيننا يا زين. انا عمري ما فكرت في الموضوع كده. أنا بفكر إن إحنا الاتنين عندنا مشكلة ولازم نعديها. والعيال اللي مالوش حد غيرنا بعد ربنا، هو اللي هيمنعنا نعديها؟ آه يا زين. ليه؟ لأن طول ما هو موجود مش هنعرف ننسى، المشكلة هتفضل قدامنا طول الوقت. ده السبب الوحيد اللي مخليك رافضة وجوده؟ آه يا زين. زين. ازيك يا طه، عامل ايه؟ ازيك يا زين؟ الحمد لله. عامل ايه في دراستك وفي جامعتك؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. تعرف ان انا جاي اهنيك لانك عملت انجاز هيتكتب لك في التاريخ. انجاز ايه يا زين؟
تعرف يا طه انك اول واحد يدخل بيت الجناوي مخدرات. مخدرات ايه؟ هي ام هي اللي قالت لك ولا مين؟ ده اللي فارق معاك؟ والله العظيم يا زين، والله العظيم اول واخر مره كانت زلت شيطان ومش هتتكرر تاني. حس انها اخر مره، انا متاكد من ده، عشان ده مش بمزاجك، ده غصب عنك، واحمد ربنا ان مش انا اللي شفتها معاك. يوم تخرجي قلت قسم يا طه، القسم ده انا عندي السعاده اطبقه على امك وعلى ابوك الله يرحمه. يعني لو انا شفت حته الحشيش دي معاك كان زمان نفس الوقفه دي وقفنا في القسم. تقصد ايه يا زين؟ قصد اللي انت بتسمعه ده. ومش عيب ان الواحد يغلط، العيب ان الواحد يتمادى في الغلط. وانا واثق في اخوي وعارف ان عمره ما هيتمادى في الغلط. اسمه ايه اللي اداك حته الحشيش ده؟ ده واحد معرفوش جبلني واداهالي وانا كسفت منه فخدتها. واحد ما تعرفوش هيعزم عليك بحته حشيش، واحد ما تعرفوش هتاخد منه حته الحشيش تحطها في جيبك وتمشي. لا انت صغير ولا اخوك صغير عيب. اداهالي واحد اعرفه معرفه سطحيه، مش صاحبي ولا مخلط معايا، اسمه زلطه. بس والله العظيم يا زين، والله العظيم ما هتتكرر تاني. اوعك تكون الشوكه اللي في ظهر اخوك يا طه. اخوك كبير في البلد دي، من ناحيه ان القاضي العرفي، ومن ناحيه انه معاون مباحث المركز. اخوك طول عمره راسه مرفوعه في البلد، اوعك تنزلها في الواحل. مش هتنزل يا زين، ما تقلقش. نولع السجارة ده براحتك. أنا معاك يا ليلى، الواد ده ولا يناسبك ولا ينفع تعيشي معاه. وأقول لك على حاجة كمان، لو كنت وافقت عليه كنت هقول لك بلاش. ربنا يخليك يا سندي في الدنيا. بس أنا عندي سؤال يا ليلى، أنت مشكلتك مع رضوان ولا مع أي عريس تاني؟ لا يا أخوي، مشكلتها مع رضوان، وإن شاء الله لو حد تاني اتقدم وكان شهم والد ناس هنفرحوا بيها. صح يا ليلى؟ غلط يا صفية. وتفكيرك غلط يا بنت أبوي، أنت عارفة غلاوة ومعزة زين عندي. بس الدنيا ما بتوقفش على حد يا ليلى، لازم تتجوزي وتفرحي وتفرحينا معاكي. دي كانت وصية أبوك الله يرحمه. زين زينت رجال، بس في رجالة تانية كتير كويسين. خليها على الله يا منصور. ونعم بالله. شفتي؟ رأي منصور من رأيي. صفية الله يخليكي، سكت عليك النبي، أنا تعبانة ما قدرتش أتكلم. هقفل على الموضوع، بس صدقيني لو فضلت كده أمك مش هتسيبك في حالك، هتجري فيك في عيشتك. هي قالت لي كده بعضمة لسانها. ألو؟ ايوه يا فندم، ازاي سيادتك؟ لا والله انت اللي وحشني، انت وكل الكتيبه. لا يا فندم، بتعتذر على ايه؟ بتعتذر على ايه سيادتك؟ حالا تلاقيني عندك. مع الف سلام، مع الف سلام، مع السلام. في ايه يا منصور؟ عايزيني في الوحده. بس اجازتك لسه ما خلصتش. هبقى اخد اجازه كبيره لما نخلص اللي بيحصل في سينا. كل مره بتروح وحدتك بتاخد قلبي معاك يا منصور. انا سايب قلبي هنا يا ام. خلي بالك من نفسك يا ولدي، عشان نفتح محضر اتقفل لازم يكون في دليل قوي، وانت ما معكش اي دليل. يا بالبت اتقتلت وهي حامل في التاسع، يعني اكيد اللي قتلها هو اللي كانت حامل منه. وبعدين البت دي كانت شغاله في بيت هتلر، والبلد كلها عارفه سمعه ابنه. ده لو جاموس عشرت بيشكوا فيه. ثق فيا يا بي، والدليل هيظهر. لما يبقى يظهر بقول لي. والدليل هيظهر لوحده. كيف يا بيه؟ مش لازم اجيب الواد واستجوبه؟ مفيش حاجه من اللي بتقولها دي هتحصل الا لما تجيب دليل. الامور مش هتمشي بالعكس يا زين. اللي شايفه سيادتك، عن اذنك. زين، انا شايفك مهتم بالقضيه دي زياده عن اللزوم. انت في بينك وبين هتلر حاجه؟ ولا كان في بين عيلتك وبينه حاجه؟ لا يا بيه، على إذن سيادتك. تفضل. يا فندم لو عملنا كده هنضحك علينا البلد كلها. ليه يا زياد؟
عشان هندخل اسامي ناس كبيره وهنعمل دوشه وفي الاخر هترسى على ما فيش، ودول اتقل ناس فينا. طب ممكن زين يوصل لحاجه فعلا؟ زين ما معهوش اي حاجه ضد اي حد. ان شاء الله يبقى معايا زياد بيه. بعد اذنك يا باشا ادخن سيجاره. اتفضل يا زين. انت يعني متخيل يا زين ان هتلر وابنه بجبروتهم ده لو كانوا هم فعلا قتلوها هيسيبوا وراهم دليل؟ مهما كان المجرم حريص لازم يسيب وراه دليل، بس اللي بيعرف يلاقي الدليل ده لازم يكون ضابط مباحث شاطر. وانا بوعدك لو ثبتت القصه دي على هتلر ولده وعزه جلاله الله لاثبت عليهم حاجات تانيه كتير. بس الباشا يسمح لي بس ان المحضر يتفتح تاني، ومين عارف يمكن قتل البت الغلبانه دي هي طاقه جهنم اللي تتفتح على هتلر ولده. انا بعت لك يا زين عشان افرحك، انا واسماعيل بيه وافقنا ان احنا نفتح المحضر تاني، ولو وصلت في التحريات لاي حاجه تدين هتلر ولده اوعدك هطلب من نيابه انها تستدعيهم. هو ده الكلام يا عزت بيه؟ مفيش حد فوق القانون يا زين. ولا حد يبقى فوق القانون يا عزت بيه. انا هبدا بالشغل من دلوقتي. يبدا يا بطل. انت مش هتشتغل برضه ولا تقعد تتسمر طول النهار ده؟ وعزت جلاله يا باشا اشطر ضابط مباحث في مصر. على اذنك يا باشا. اتفضل. ايه المسخره دي؟ نت كافيه ايه وقهوتيه اللي انت عايز تعملها دي؟ يما يما ده مشروع بيكسب دهب. دهب ايه؟ لو على الذهب صح انزل وازرع ارضك. ارض تاني يما؟ اهي دي المشاريع اللي تجيب فلوس صح؟ لسنة الدلدل يا ولدي حرام عليك. يما ماليش في الزراعه. امال لك في ايه؟ تعبتني وحيرتني. شويه تقول عايز اسافر بره مصر، وشويه عايز تهاجر، ومره تانيه عايز تدخل كليه التجاره، ومره تانيه عايز تحول لاداب. يا ولدي حرام عليك، تعبت قلبي. قول لي عايز ايه ورسالك على بر. مش عايز حاجة يا ماما. كلمك خمس مرات ما ترديش، بتعمل ايه كل ده؟ معلش يا حبيبي أنا آسفة، أنا كنت برسم روحة الغروب، وأنت عارف إن أنا وأنا برسم بعمل تليفوني سايلنت عشان مفيش حاجة تخليني أفقد تركيزي أو أخرج من الموت. طب أنا مش عايز أفقد أعصابي، بالله عليك تركز اليومين دول. أنت رايح فين؟ نزل أشتري السجاير. البتون سوبر يا حاج. والله يا ولدي ما عندي غير واحدة. روضة الحمد لله. يلا يا ابني شيل بتاع التاول ده من هنا. علشان. يلا يا ابني. يلا ولي من هنا ولي. حرام عليك. يلا ولي. رزقي ورزقي عيالي. بصوا على يلا. يا جدع يا جدع يا جدع، في راجل يمد يده على حرمة. حقك تاخد الحاجة بس بأسلوب أحسن من كده. وأنت مين أنت؟ يا عم مواطن عادي وبينقضك. التصرف اللي أنت بتعمله ده أي حد معدي هينقض الداخلية. ما تسقش للمكان اللي انت شغال فيه، طول ما انت لابس اللبس ده اتعامل كويس، تقلع اللبس مد يدك على اللي انت عايزه. طب اتكل على الله بدل ما مد يد عليك انت كمان، اتكل على الله. انت بتزقني يا جدع، احترمني زي ما بحترمك. يلا يا جدع بكلمك باحترام. ايه والله يا نعم. بقول لك بكلمك باحترام. والله نعم. احترم نفسك. الله ايه؟ زين زين زين. يا فاروز الصورة دي جات لي دلوقتي. مين دي؟ مين اللي بعتلك الصورة دي؟ اكونت معرفوش، جات لي دلوقتي على الفيسبوك في اذرز. ملوش اسم يعني؟ واضح انه فيك اكونت. اكيد هتلر ولده. ممكن اعرف مين دي؟ ده البنت اللي اتقتلت، مريم، والطفل اللي عايش عندنا تحت. اول مره تقولي انك قابلتها قبل ما تموت. ولا من متى بحكي لك على اللي بيحصل في شغلي؟ ده مش شغلي يا زين، دي ام طفل عايش معانا هنا في البيت ومسميها على اسمك. يعني اقل حاجه تعبرني كمراتك وتقول لي انك قابلتها قبل ما تموت. ما جاتش فرصه. ما جاتش فرصه؟
كان عندك حق لما قلت لي سافر يا ابوي. انا هلم خلاجاتي واهرب بره البلد خالص على ما الدنيا تهدى. لا، هات الميعاد يا ولدي. خلاص الجواب بان من عنوانه. خلاص العالم دي عايزين ينتجموا مني فيك. لو خرجت بره البيت مش بعيد يمسكوك. يمسكوني ليه عاد؟ انا طلع الامر ده بتوع احضار ولا ايه؟ لا بس اكيد بيجهزوه. طب لو رحت؟ لو رحت مش هيسيبوك يا ولدي. فرد صالح لما نطبخ الموضوع. طب اعمل ايه انا دلوقت؟ هتتدبر يا ولدي. جينا عاشت وشافت امر ضبط واحضار لوالد هتلر عشان تعرف عزة بيه زين الجناوي لما بيحط حاجه في دماغه بيعملها. اهو ده من عجائب الدنيا السبع. مبروك يا زين. اتفضل يا باشا. الف مبروك. اقعد يا بطل. مش سهل انت برضو يا زين. تلميذ يا اسماعيل بيه. نورت مكتبنا المتواضع يا باشا. ده انت يوم فرحك ما اتبسطتش كده يا باشاوات. لازم اللي زي هتلر ده يعرف ان البلد فيها قانون واللي بيغلط بيتحاسب. على زياد برضو. امال هيكون عشان ايه يا زياد بيه؟ علشان ابن المقتول اللي عايش عندك في البيت. انت بتهزر. طب وربنا عندك حق؟ كنت كل ما ابص في وش الواد الصغير اقول له هجيب لك حق امك. وبعدين وانا بهتم بالقضيه دي بس بذمتك يا عزت بيه؟ مش كل قضيه بمسكها بهتم بيها نفس الاهتمام ده. تمام. سمعتي سبقاني. الله بس لما يجاب يعترف بسرعه ويخلصنا. ده لو اتجاب اصلا يا فندم. ده ابو شيخ منصر. هجيبه يا فندم ومنحط ابوه. بلاش انت يا زيد، مش عايزين مشاكل. امال زياد هينزل يجيبه. عزت بيه القضيه دي بتاعتي ومحدش هيجيب الواد ده غيري. يا زين اسمع انت دايما في وربنا من غير مشاكل. نور اسماعيل بيه وابن هتلر هينور في الحجز النهارده. هي دي امه. في شبه منها. ربنا ينتجم منهم. كانت جمر. يا رب. الناس دي طلعوا مش سهلين خالص. اللي زي دول القبلسه جنبهم ملايكه. انا ابتديت اخاف علينا. انا حاسه ان هم مش هيسيبونا في حالنا. يعني ايه؟ انا حاسه ان الصوره دي هم عايزين يوصلوا بيها رساله لزين. رساله ايه؟ رساله ان الولد ده لو حصل له حاجه اهلك هيتضروا. ما تفوليش وما تخوفينيش يا بنتي. انا مش قصدي اخوفك، بس هو ده اللي انا حاساه. ساتر. خير يا زين؟ في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك؟ مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا. متجوز امريكي. وعنده منها عيلين. عقبال عندك. انا عارف ان عندك مشكلة في القصة دي. طب مدام هاجر فسح شويه عشان نشوف شغلنا. فتشوا في كل مكان يا رجاله، ما تسيبوش غرم ابره. لو في حرم جوه قول لهم يستروا نفسهم. انتوا شريتوا ولا ايه؟ في ايه يا حضره الظابط؟ ده بيت هتلر بيه. بتشوف بطايقنا بالمره. زعلنا نفتش بيت هتلر بيه؟ امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خدوا على البوكس. تعدى على ظابط اسناد ده تعمله. ما تسيبوش مكان جوه لما تدوروا فيه. ورحمه الغالي. لا خليك تحصل. حصل مين؟ تعرف وقتها. ساعتها افتكر انك اتجرأت دخلت رجالتك يفتشوا بيت هتلر. انت اللي ما جتش معايا دغري. عمال تقول لي الغاز هاجر وسافر. افضل اسمع كده لحد ما المحروس يهرب. مسعد ما عملش حاجه عشان يهرب. لما لبسوا حبل المشنقه ان شاء الله ساعتها بس هتعرف انه عمل. دور فوق السطوح عشان ابليس في الجن. قصدك عشم زين صالح الجناوي في الجنة؟ مش موجود يا فندم.
انت اللي جبته لولدك، كنت اخده النيابه معزز مكرم، مضطر ناخده متهان ومتكلمش. ما عايش ولا كان؟ لا عايش، وقدامك هو هتشوف بعينيك. نسيت اقول لك، الصوره اللي بعتها لي عجبتني، بس عايز صوره اوضح عشان اعلقها في الصلاه بالمره. الواد يشبع من امه الله يرحمها. عرفت مين بعت لي صوره على الفيسبوك؟ اكيد كلب من كلاب هتلر، بس اللي مش قادر افهمه يا فيروز، الصوره دي اتصورت ازاي وامتى؟ ويا ترى اللي صورها عايز يستخدمها في ايه تاني؟ ما هو اكيد ما صورهاش عشان يبعتها لمراتي بس. اللي ماما صالحه حكته لي عن هتلر ده ما يطمنش خالص، وانا بصراحه خايفه عليك منه. اللي زي ده أكيد مش هيواجهك، بس ممكن يحاول يأذيك فينا. أولاً مرض زين الجنة وما ينفعش تخاف. ثانياً فيروس شعار وزارتنا النسر، وهتلر واللي زي دول تعابين ماشية على الأرض، ودور النسور اللي زينا هو إن احنا نصطاد التعابين دول ونحمي أهل الأرض من شرهم. اطمني، مفيش تعبان بيغلب نسر. كم البط؟ 80 جنيه، عشانك 70 جنيه. يا ولية حرام، دي مش متزغطة، بصي خفيفة الدنيا. خدي خدي. هو ماله السوق النهارده ناشف وحاشف. سكينة، زين باشا عايز. زين باشا؟ وعايزني ليه؟ يلا اتجري قدامي. يلا. ايه؟ في ايه؟ ازيك يا زين باشا؟ ازيك يا سكينة، عاملة ايه؟ خير الحمد لله رب العالمين. هتلر مداري ولده فين يا سكينة؟ البضاعة دي فيها ايه؟ 4 جرنوف و12 أربوجية و20 بندقية آلي واتنين هاون. دي جاية من ايه؟ جاية من ليبيا يا ريس، وعاوزين يخلصوا منها بأي طريقة. وبسعر متهاود يا ريس. اشتروا وخزن. ونخزنوها ليه؟ ما انطلوها على طول للجماعة بتوع سينا، ده هيتنشقوا على حتة سلاح. لا، اليومين دول مش عايز أي حاجة تطلع لأي حد. يعني إيه يا ريس؟ يعني العيون علينا يا حويط، مش بعيد يكونوا مراقبين. مش عايز كلام في تليفونات. بس كده حالنا هيوقف يا ريس. خليه يوقف لحد ما نحلوا قصة مصعد. أمرك يا كبير. يا فندم، اقتحام بيت هتلر مرة مش هيعدي بالساهل، ما بال سيادتك بمرتين. مرة زي مرتين. خلي بالك، أنا نفسي زين ينجح في القضية دي عشان شكلنا ما يبقاش وحش. طب أنا عايز أفهم حاجة، هو ليه طالب تعزيزات أمن مركزي؟ الموضوع مش مستاهل ده كله بصراحة بقى يا فندم. سيادتك بتلبي له أمره عمال على بطال. بص يا زياد، انتوا ولادي يا زياد، ليكوا حقوق وعليكوا واجبات، وان لبي طلب زين ده حقه. وخلي بالك، انا معجب بشجاعته وبجرأته، حد غيره كان ساب القضيه تتقفل وريح دماغه. ايوه يا بيه، والله انا متاكده لو ما لقيتهوش في المكان اللي قلت لك عليه، اعمل فيا اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تحبسني مع الرجاله. يا بيه، مفيش حد نفسه يجيب حق مريم زيي. يا بيه، ده انا بكره سي مصعد ده، بكرهه قوي، ده بيعاملني ولا العبيد، وكان بيعامل مريم الله يرحمها معاملة الكلاب. يا بيه يا بيه، مكافئتي ايه على المعلومات دي؟
ايه يا زين؟ قالوا لك ان بيتي على ارضك وانا وضع يدي عليها ولا ايه؟ ايه اللي رجعك؟ انا عايزك تاخد عليا عشان هتشوفني كتير الفتره الجايه دي. كل دول علشان تخدموا سعد؟ ايه؟ كنت الصعيد الجديد وانا مش داري؟ شو تلاقيه يا زين؟ ولدي سافر وهترجع المركز يا دور هو يدي قدام زي المره اللي فات. نهار اسود مصاب. الحمد لله على السلامة. جيت من أمريكا ميت. أبوك قال إنك مهاجر مش متخزن. عملت اللي أنت عاوزه يا زين؟ لا. عملت اللي المفروض يحصل. يلا قوم معايا. خلاص. إعدام بإعدام. هتحدي في حاجة عملتها. حاجة على القيمة. مش حتة خدامة. إيه رأيك تحدي في ظابط بوليس؟ لو مش أي ظابط. ده زين صالح الجناوي. ده انت تتكافئ عليها دي. قلت لك اخده النيابه معزز مكرم، انت اللي اضطريت ناخده متكلبش ومتهان. انت اللي بديت الحرب يا زين. يلا يا رجال. زين باشا غير رضا محتجز تحت لجوه مضروب وفقد الوعي كده وشكله داخل في غيبوبه. من متى الكلام ده؟ لسه حالا. وقف سيدي العسكر. ميه بسرعه يا عسكر. انا يا فندم. عربيه اسعاف بسرعه يا رضا. اوامر يا باشا. ايه ده؟
مين اللي عمل في الواد ده كده؟ زين بيلي قتله يا باشا. زين باشا هو اللي موته. حسب الله نعم الوكيل فيك يا زين بيه. فضل يضرب فيها يا باشا لحد ما موت. زين باشا هو اللي موته. زين اللي ضربه يا باشا. زين باشا هو اللي موته. زين باشا هو اللي قتله يا باشا. زين باشا هو اللي موته. حسب الله نعم الوكيل فيك يا زين بيه. زين باشا هو اللي موته. زين باشا هو اللي قتله يا باشا. زين بيه انا؟ ايوه زين بيه. يعني انت شفت انا اللي قتلته؟ ايوه زين باشا. انا تكذب يا ابن الكلب. انا يا ابن الكلب. انا يا ابن الكلب. انا يا ابن الكلب. انت شفته انا؟ انت شفته انا؟ يا زين يا زين يا زين في حاجة عز؟ بعدين سيادتك يا فندم يعني أنا كان عندي سؤال. اسأل. أنا بقول يعني قول يا وقت في وقع. هما الإرهابيين اللي إحنا بنحاربهم دول إزاي يعني يبقوا مسلمين ويعملوا كده؟ ده اللي عندهم ملة ولا دين من أساسه. بص يا عز، الإرهابيين دول أنواع. في منهم مرتزقة اللي بيبقوا واخدين فلوس مقابل جرائمهم، وفي منهم اللي اتعمل له غسيل مخ وبيبقى مؤمن بالتفكير الجهادي، وآخر كل خط من دولت بيبقى فيه تنظيمات ودول هدفها الوحيد إن هي تشوف خراب، وده إن شاء الله عمره ما يحصل. فهمت عز؟ فهمت يا فندم. عندك أسئلة تانية يا عز؟ تمام سيادتك يا فندم. بعدين سيادتك يا فندم. اتفضل. ما كانش صح اللي عملته ده يا زين. كنت عايز نعمل ايه بيه؟ عايز نعمل ايه في شوية أوباش بيه لبسوني قضية قتل عين عيني؟ أعمل معاهم ايه؟ والموضوع واضح زي الشمس. هتلر اللي مقبضهم كلهم. ما هم لو قابضين عشان يلبسوك تهمة بعصبيتك دي هيلبسوك أكتر من تهمة. إيه لو قابضين ده عزة بيت؟ شكك فيه؟ شكك فيه يا عزة بيه؟ أشك فيك بس يا زين إزاي؟ إهدى إهدى خلينا نشوف هنعمل إيه؟ لازم نبعت إخطار للمديرية فوراً. سواء شئنا ما بينا الموضوع ده هيوصل للنيابة. وهو يعني يا فندم النيابة هتصدق العيال دول وتكذبنا إحنا؟ النيابة بتصدق أي حد معاه دليل يا زياد. المشكلة الحقيقية إن كل العيال اللي تحت دي مجمعة على كلمة واحدة. إن زين هو اللي قتل. ايه اللي حصل يا ابني؟ زين باشا دخل الحبس وضرب الواد لحد ما وجع منطول. وفاكر كان بيقول له ايه وهو بيضربه؟ شتيمه بالاب والام وبهدله جوي يا باشا، علشان تقريبا الواد ما رضيش يعترف. وطلب منه حاجه؟ كان بيطلب منه يا باشا ان غير اجواله قدام النيابه. وبعد ما وقع منطوله، زين بيعمل ايه؟ هددنا يا باشا بان اللي هيفتح خشمه مننا بكلمه هيلفج لنا تهم. بس الحاج حاج يا باشا. أنا عن نفسي لو شفت زين قتل الواد ده قدام عيني مش هصدق، علشان ولا ده طبعه ولا دي أخلاقه. أنا بصراحة شاكك يا فندم، زين نرفزته وحشة. تجارية زياد، إحنا فيه ولا في إيه؟ شوية زين في عصبيته يعمل أي حاجة، وشوية زين في نرفزته وحشة. أنت عايز توصل لي إيه يا زياد؟ أنت عايز تخلص منه؟ أخلص منه؟ وأنا أخلص منه ليه يا فندم؟ ما تقول لنفسك يا أخي، ده بدل ما تقف جنبه وتشوف تحقيقه في المدرية امتى؟ ولا النيابة بعتت له ولا لا وتقف جنبه وتسنده؟ اروح معاه فين بس يا فندم؟ زين مصر يمشي في سكة اللي يروح ما يرجعش. يا زين النت مقلوب. بيقولوا على النت يا نادية. منزلين صورتك على كل الصفحات وبيقولوا ان انت القاتل. والعيال في الجامعة ما وراهمش سيرة غير سيرة الواد اللي اتقتل في الجسم. يا مري احنا خايفين عليك يا زين. لا مش من حقكم تخافوا، اللي خاف ده اللي يغلط، وانا ما غلطتش، ربنا عارف الحق، واللي مع ربنا ما يخافش من مخالج ربنا. بقول لك ايه يا ولدي، ما تاخد اجازه تريح فيها اعصابك. اجازه كيف يا ابو؟ في حد بياخد اجازه من الحرب؟
ولدك دلوقتي في حرب مع هتلر وولده. الحرب دي مش هتخلص غير وانا شايف والد هتلر متعلق قدامي في حبل المشنقة. وانت ايه اللي جابرك على الحرب دي كلها يا زين؟ صح يا زين، كل ده بسبب قضية البنت اللي اتقتلت؟ ما تسيبها يا اخوي وتريح دماغك. ايه اللي جابرك على القضية دي بالتحديد؟ انا اقول لك ايه اللي جابرني على القضية دي بالتحديد يا طه، علشان القضية دي تحديدا هي اللي اختارتني مش انا اللي اخترتها. بس يا طه، اخوك راجل وعلى حق. ما دام ده الحق، حد تاني يجيبه. اشمعنى انت؟ ما ينفعش في القضية دي بالذات محدش يجيب الحق فيها غير زين. عشان ده ورث من ابوك يا نادي. ابوك الله يرحمه الوحيد اللي كان بيجيب حق الغلبان في البلد دي. نصيبك ده. اي ظلم يوقع في البلد دي محدش يقدر يرده غيري. خير خير يا حبيبي. ما تيجي نسافر يومين كده نغير جو في اي حته. ممكن نروح الجونه، اسوان، اي مكان حلو انت بتحبه. في الظروف اللي انا فيها ده يا فيروز، صدقني تغيير الجو ده هيفرق معاك قوي في الظروف دي. مفيش اي حاجه هتفرق معايا في اللي انا فيه ده غير ان الهم اللي في شغله ده ينزاح. وعلى فكره لو رحنا احلى مكان في العالم واحنا بالنا مش مرتاح هنشوفه اوحش مكان. يا حبيبي واحنا مع بعض في اي مكان هنشوفه اجمل مكان. ان شاء الله الهم ينزاح واصفرك ونتبسط ونرجع احسن من الاول 100 مره. هانت، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. انت لسه بتحبني زي الاول؟ لا، كل يوم بيعدي علينا بحبك فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. امال انا ليه حاسه غير كده؟ ليه بقيت حاسه انك بعيد عني؟ على طول ساكت، ما بقيتش حاسه انك بتعاملني زي الاول. انت ليه ما بقيتش زين اللي انا عرفته؟ عشان الظروف اللي كانت حوالين زين اللي انت تعرفيه غير الظروف اللي حوالين زين دلوقتي. بس ممكن ارجع زين بتاع زمان في حاله واحده بس. ايه هي؟ ان اشوف ابتسامتك تغمزت دي. وحشتني قوي. وانت اكتر. أنا. والله يا فندم مجيتك دي بتنور لنا المكتب والله. تسلم يا زياد. تشرب ايه بقى يا فندم؟ ولا اي حاجه، انا قلت امشي رجليك ده واجي اقعد معاك حبتين. نورتنا والله يا فندم. انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. الا صحيح يا فندم مفيش اخبار عن التحقيق مع زين في المديريه؟ والله الناس كانوا كويسين معاه جدا وصدقوه. انت عارف زين ملفه نظيف وده هيفرق معاه كتير. طبعا يا فندم، بس الموضوع كبر قوي ووصل للاعلام، بيتهيألي صعب يتلم. والله الموضوع لو على تحقيق المديريه يبقى سهلة، المشكلة في تحقيق النيابة. ربنا يستر فيها على زين. ربنا يستر يا فندم. وإمتى بقى ميعاد تحقيق النيابة ده يا فندم؟ بكرة إن شاء الله. المشكلة في الموضوع إزاي وصل للإعلام والنت. الموضوع ده فيه إنه عندك حق، الموضوع واضح إنه كايدي ومعمول عشان خاطر زين يتنقل من هنا. لو جت على النقل سهلة، ده تعذيب أفضى إلى وفاة. دي لو اتثبتت على زين فيها فصله وسجن كمان. ربنا يستر عليها. ربنا يستر يا فندم، ربنا يستر. الموضوع مش بسيط. أنا قلقانة تروح لهم وتعمل فضيحة ونخسر مرة عمي وأولادها. أنا اللي قلقني أكتر إنها تقول لمنصور. طب ودين هديها كيف دلوك؟ ما أنت عارفة أمك ما بتهداش. طب أطلع أتكلم معاها شوي؟ لا يا ليلى ما تتكلميش معاها، هتفوري دمها أكتر ومش بعيد ساعتها تروح تجيبتها من أوضته. ده اللي فارق معاكي؟ ما خايفاش غير على المحروس بتاعك؟ ما خايفاش عليه، انا خايفه يفتكر ان انا اللي قلت لها ويقاطعني. بعد كل اللي حصل ده بتفكر تكلميه تاني؟ قال لي ما نعرفش ازاي جاله قلب كده يمشي قدام الخلق عيني عينك. طب اني لو منه كنت هربت. ولسه لما تتثبت عليه. هتتثبت يا ابوي وسيره عيله الجناوي هتبقى في الوحل. خلاص يا ولدي بيجيت في الوحل. انت بتجراش جرايد ولا ايه؟ حق ده التلفزيون والبرامج ما وراهمش حاجه. زين القناوي عمل، زين القناوي سوى. انت يا هجولك يا امينه اوعى تكوني زعلانه عليه. زعلانه ده ايه؟ ده اللي يجي على ولدي افرح واشمت فيه وزغرت كمان. الله، طب زغرت يا ولدي. لا 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 لا
بتزغر تقفش. يا بنا لا ضربت حد ولا قتلت حد، بس كل المحتجزين شاهدوا عليك. قابضين يا بيه، اللي ضرب الواد قابض واللي شاهدوا عليها قابضين. وبعدين حضرتك ما جابهمش من الجامع، انت جابهم من حجز، يعني مجرمين. هتصدق مجرم متكذب ظابط؟ انت بتقول قابضين يا زين، قابضين من مين؟ قابضين من هتلر يا بيه، ما فيش غيره. حلف ما يسيبني من يوم ما قبضت على ابنه. انت نزلت الحجز في اليوم ده يا زين؟ نزلت بيه زي ما بنزل كل يوم اتم مع المحجوزين، وكان معايا الامين رضا. حيون يرزق تقدر تساله. ماشي يا زين، هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا بيه، اللي عندي قلته. اكتب يا ابني، اقفل المحضر في ساعاته وتاريخه. واد قمر الله اكبر عليه، ربنا يخليك. شكلك متضايق يا جليل. اللي عندها بيت شايلة همها، فما بالك اللي عندها تنين يا صالحة. اللي عندها بيت تحب يدها وش وظهر، واللي عندها تنين تصلي الربعنا ركعتين شكر. لو بيوروك اللي بيوريهولي هتعرف انهم هم. يا سلام، ده بناتك دول نسمة، انت اللي كتماها وكبتاها. انا؟ ايوه. فكرك اني ناسيه اللي عملتيه في ليلى؟ انت اصلك ما تعرفيش حاجه يا صالحه. ما اعرفش ايه؟ ما تتكلمي. انت بالذات ما ينفعش احكيلك. فضفض يا ولي. واد مش راجل ومش متربي ولا شافش تربيه، بيضايقهم وعمال يحوم حواليهم. قولي مين واحنا نكسر له عظمه. امتى اخر مره شفت اخوكي فيها؟ يوم ما اتقتل يا بيه. وعرفت تقابليه؟ قابلته يا بيه. مين اللي خلاك تقابليه؟ زين بيه معاون المباحث، اصله موصي علينا الامناء والعساكر انهم يعاملونا احسن معامله. وش معنى انت واخوكي؟ لاننا بلدياته يا بيه. انت ايه علاقتك بمعاون المباحث زين القناوي؟ الحج صالح ابوه الله يرحمه كان بيعاملنا احسن معامله ومخلينا مش محتاجين حاجه، وكان بيساعدنا. زين بيه بيعمل نفس اللي كان بيعمله ابوه. طب يعني انت بتتهمي مين بقتل اخوكي؟ انا اتهم اي حد يا بيه الا زين القناوي، ده سندنا وظهرنا. بقول لك يا ابوي، لو هدى مضيت لنا تنازل عن ورثه هي واللي هتخلفه منك، خليها تخلف. اللي انا سامعه ده صح؟ اه صح. الميتة يا ولدي. الصراحة يا جدع، وقفت معايا وقفة رجالة يا موضوعي. غلبانة ونفسها في حتة عيل زي بقية الحريم. شاي يا طنطاوي. أمر جنابك. والله يا ولدي إن كان علي، أنا عايزها تخلف من غير لا ورق ولا يحزنون. واللي هيجي هو هيورث زيه زيك. المشكلة فيك أنت وأمك. والله لو موافقين، إيه أنا جاهز. أنا موافق، بس هي تمضي التنازل. أمك وافقت؟ لا لسه، بس أنا لو قلت لها مش هتقول لها. لا يا حيل، قول لها الأول وظبط معاها كل حاجة وبعدين ابقى قول لي. ماشي يا أبوي. الشاي يا زفت. خير يا حاج سالم، خير يا حاج عبد الحميد، جلكتوني. بصراحة يا زين يا ولدي مش عارفين نقول لك إيه. الناس كلمة تجيبها وكلمة توديها. البلد بتتكلم على الوادي اللي قتل في القسم على هدك، لكن احنا واثقين من براءتك يا ولدي. تقصيرا للكلام يا شيخ سالم، اللجنة انعقدت يا زين يا ولدي، واضطرينا نعزلوك من منصب القاضي العرفي للبلد لحد ما ربنا يكرمك وتثبت براءتك. ما تقلقش يا ولدي، كلنا في صفك. طبعا كلنا في صفك، ده انت ولدي الحاج صالح. ولا 20 باك في زيهم اول ما اسمع خبره. تسلم يا ريس. شو خساره فيه؟ اهم حاجه تركز مليح،
بعد ما تخلص تختفي. تختفي خالص. ما تجلكش يا ريس هتلر. هي يعني دي أول مرة؟ عارف إنها مش أول مرة. بس قبل كده ما كانش هنا. هتضربه. كل الناس عايزين يجاملوه. وأنا مش عايزهم يجاملوه فيك. عشان لو جاملوه فيك بعدين هيجملوا فيا. فهمت يا ضب؟ فكوا الكلبشات واطلع برا يا رضا. امرك يا باشا. مين اللي محرضك؟ محدش حرضني يا بيه. وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك وعزة جلالة اللي هقتلك. بالراحة عايزين الواد هيموت في ايديك. اقعد. وعزة جلالة الله هقتلك. من اللي حرضك؟ عايز اطلع مين؟ اطلع. بعتك تقتل مين؟ هقتلك يا بيه. مقابل ايه؟ 20,000 جنيه. انا عارف ان مالكش صالح بحاجه، وعارف انه مكاريك، وحق مع هتلر مش معاك انت. والله العظيم لو قلت الحقيقة لقى جنبك تعرف ايه تاني يا بيه. انا كل اللي عرفته قلته لك. نرجع تاني. هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو انا. تهمتك شروع في قتل، واقدر البسك 3-4 تهم تانيين، واقدر اطلعك منها. اقول لك جاي تحييني بفرحي، ضربت عيارين، رصاصة طلعت طايشة جت في العريس، مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي ببطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. نرجع تاني. وعزة جلالة الله هقتلك وما هاخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ هسألك سؤال أسهل. مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر بيه. أبعت 5 رجالة داخل الحجز وعرقهم. مش الخمس رجالة دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم؟ هم اللي شهدوا عليك ان انت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وانا برضو كنت مستغرب ان العيال سابت انا كلها وجايه تتخانق قدام الاسم. دول مخططين بقى. انت تسمع عني يا ضو، تعرف ان زين الجناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابه؟ اقول يا بيه. بس تضمن لي الامان يا بيه؟ اضمن لك الامان. رضا. امرك يا باشا. خد ضوء على الحجز. امشي قدام. امشي. عازي. براءتك جات لك لحد عندك. الحمد لله. عيل خرع. يا ريس ما قلنا الواد ده بتاعنا. ومجربينه قبل كده. مجربينه مش مجربينه. ولبسنا في حيطة. عارف يقتلوا ولا عارف يهرب زي ما نوزين قرروا. جنان صدور صعب. طب وبعدين يا ابوي؟ لازم نتصرفوا.
عشان اقعد نتفرج كده. لا احنا نوصل للواد ده، حد يخش له ويفهم. وفتح خشمه علينا بنص كلمه رجبت ابوه وامه تحت رجلينا. فتح خشمه باللي هقوله دلوقتي. صان حياته وحياته. جهزوا النفر اللي هيخش له، مش هنستنوا لما نلاقي زين بعساكره قدامنا. أوامرك يا بيه. تمام. شوف يا ولدي. الله الله، أدمنت فنجان القهوة من يدك. حدش بيعرف يعمله لك غيري. بقولك يا حبيبي، أنا عايز أسألك سؤال سألته لك قبل كده مليون مرة، بس هو مهم جدا بالنسبة لي. خير؟ هو احنا ليه ما بنروحش للدكتور تاني او نعيد التحاليل؟ عشان انا راضي بقدر ربنا. ما انا كمان راضيه والله، بس العقل بيقول ان احنا نروح لدكتور تاني وتالت وما نيأسش ابدا. والاستفادة لما نروح لاكتر من دكتور؟ جايز حد فيهم يقول لنا على حاجه مختلفه او يقول لنا على حل. انت عارف ان الدكتور عياد اكبر دكتور في مصر واكتر استشاري بيفهم في الموضوع ده، وقال ان مفيش امل وانا راضي بقضاء ربنا. هنستفاد من متاهة المستشفيات دي. انا عارفه ان الدكتور عياد دكتور كبير وكل حاجه، بس ممكن يكون غلطان، الخطا وارد. ليه مصره تدوس على الجرح؟ ليه مصره كل ما انسى الموضوع ده تفكريني بيه؟ ليه مصره تفكريني بعجزي؟ انا والله ما اقصد يا حبيبي، انا بس عايزه ابقى ام، نفسي اخلف منك. الحمد لله على كل شيء. أمي بعتلنا أكل حلو الجو. أكل زين. كويس دلوقتي؟ أنا الحمد لله بخير أحسن. يوسف أنا كنت عاوز أقول لك على حاجة ما عرفتش أقولها لك في المستشفى. خير قولي، إحنا في بيتنا. حاجك عليا يوسف. حاجك عليا ليه؟ عشان كل اللي حصل لك ده بسببي وبسبب أهلي. مش انت المقصود يا يوسف، زين هو المقصود. ده انا اسعد واحد في الدنيا دي، ده اللي حصل خلاني اعرف غلاوتي عند الجديه. ما قادرش اللي ضرب الرصاصه يضرب واحده تانيه في الدراع التاني عشان اعرف غلاوتي عندك اكتر واكتر. الشر حبيبتي، انا وزين زي الاخوات، والرصاصه اللي تيجي فيه كانها جت فيا. انت فديت اخويا يوسف. وفديكي وفدي زين وزين وعيلتكم كلها كمان. بس لو كنت اتجوزت واحدة تانية ما كانش حصل لك كل ده. يا حبيبتي أنا لو ما كنتش شفتك ما كنتش اتجوزت. أنت حسنتي في الدنيا يا بنت. بس من غير بنت. مالك يا بنتي؟ فيك ايه؟ أول مرة أحس بالغربة دي من زين يا ماما، كأنه بقى واحد تاني معرفوش، بقى عصبي وحاسة إنه ما بقاش يحبني زي الأول. ما بقاش يحبك زي الأول كيف يعني؟ في حاجات البنت بتتعود عليها من الراجل اللي حبته واختارته من بين كل الناس. الحاجات دي لما بيبطل يعملها بتحس بغربة، تحس بقبضة في قلبها. زين ولدي بيحبك وما يستغناش عنك ابدا، بس الضغط العصبي ده. ما هو الضغط العصبي ده وتصرفاته الغريبه هي اللي مخلياني مستغرباه. انا مش عارفه ده شيطان فعلا ولا زين مخبي عني حاجه انا ما اعرفهاش. كل حاجه عن ولدي انت عارفاها. انا هقعد معاه وهيفضفض لي، حتى لو ما اتكلمش أنا برضك هعرف إيه. لا بلاش يا ماما، أرجوكي عشان خاطري بلاش تقولي له حاجة. ولا أقولك اللي أنت شايفاه صح أعمل إيه؟ بس عشان خاطري ولدي زين
محتاج لك ما تسيبوهوش وحدي. الواد قال على كل حاجة يا ابوي. كل حاجة كي؟ كل حاجة. موضوع زين وموضوع الحجز. يعني ما سمعش الكلام؟ لا. قال الله يرحم. نقروا الفاتحة على روح. روح اللي قبله وروح اللي بعده. مش عارف ان البن عند هتلر حلو قوي بده. انت بتراقبني يا زين؟ والله ما مستغرب، كنت متوقع انك تطلع كده. مش مستغرب ايه، كنت متوقع ايه؟ وبعدين اللي محسسني كده انك لمؤاخذه يعني قفشتني متلبس، ومين اللي اداك الحق اصلا انك تراقبني؟ دفع لك كام يا زياد؟ دفع لك كام عشان تنجي ابنه من حبل المشنقه؟ فعلك كما عشان تطرمخ على كل حاجة، تبعت لمرتي صوري مع القتيلة، تشككنا أنا في نفسي، كل المصايب اللي حصلت لي ما كانش حد يعرف يورطني فيها غيرك. انت بتخرف يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ بخرف اني بقول الحقيقة؟ حقيقتي دي الحقيقة في الشرق وانت في الغرب. عارف يا زين انت صعبان عليا قوي، انا بنصحك تاخد اجازة وتروح لدكتور نفساني. وعلى فكرة أنا كنت عندي هتلر عشانك، عشان أحميك، عشان أنت صاحب عمري. صباح الخير يا زين. ايه يا ابني، مش بقول لك صباح الخير؟ في ايه يا زين؟ بقول لك ايه، العلاقه بيني وبينك شغل وبس، اتكلم في الشغل يا بلاش. اتفضل. ماشي. زين بعد اذنك، ما دام الكلام اللي بيني وبينك في الشغل وبس، انا عايز اقابلك بعيد عن الاسم عشان اتكلم معاك في شغل. زياد لازم يتقتل. زين مش هيسيبه غير لما يسلمه للنيابه، ولو زياد راح النيابة واتكلم هتتفتح علينا طاقة جهنم وهيطلعونا القديم والجديد. زياد عارف عنا كل حاجة. بالضبط يا ولدي، لو قتلناه ساعتها فعلا هتتفتح علينا طاقة جهنم. زين مش جاحد عشان يسلم واحد زميله حتى لو كان عمل بلاوي، ولو حصل زياد ظابط مباحث مش حرامي غسيل، لا هيعالجوه في فلك عشان يجر ولا هيشبحوه. ومصلحته ما يجرش، ما هو عارف مصرانه في يدي.
ممكن أعرف أنت جايبني لحد هنا ليه؟ أنت عايز تعرف إن أنا شغال مع هتلر ولا لأ؟ صح. صح. يا زين. شغال مع هتلر. وبتقولها في وشي عادي كده؟ مش خايف مني؟ لا مش خايف. عشان بقولها في وشي زين أخويا. مش في وشي زين معاون المباحث وزميلي. وأنا ماليش إخوات. عايز تتكلم معايا اتكلم معاك كزين معاون المباحث. أو بمعنى أصح عدوك. ماشي. أنا بس حبيت أتكلم معاك عشان خاطر العيش والملح. عيش وملح؟ تعرف أنت يعني العيش والملح. العيش والملح علمك إنك تخون صاحبك وتأذيه؟ أنا عمري ما أذيتك. شغلك مع هتلر في إيه غير إنك تأذيني؟ بشتغل معاه في حاجات مالهاش علاقة بيك يا زين. بسهل له نقل حتة المسار، أعرفه أماكن اللجان، حاجات كلها مش هتضر حد. بس هتفيدني أنا. فاكر يوم ما حلفنا القسم يا زياد؟ فاكر لما بكيت؟ قلت لي أنت إزاي تبكي في يوم زي ده؟ قلت لك علشان دي أتقل مسؤولية شلتها في حياتي. ما تفكك يا ابني من الشعارات الكذابة دي. هتلر اللي أنت بتحاربه ده ابنه ما عادش يومين في النيابة. عارف ليه؟ علشان السلطة دلوقتي مش سلطة قانون، سلطة فلوس. ابويا كان عايش بالشعارات الكذابه بتاعتك دي. في الاخر خد ايه؟ طلع لوع على المعاش. عيشنا عمرنا كله في حته شقه في مدينه نصر 90 متر. انا معاك. ابويا طلعني ابن ناس. بس ما سابليش اللي يعيشني وسط ولاد الناس. شغلي مع هتلر واللي زيه عوضني عن كل الحرمان اللي انا شفته. لو كنت رضيت بمرتبك يمكن ما كنتش تعرف تعيش في المستوى اللي انت عايش فيه دلوقتي. بس كنت لما تحط راسك على المخدة كنت هتعرف تنام. كنت هتعرف تبص لروحك في المراية. المراية اللي لو بصيت فيها دلوقتي مش هتعرف نفسك. أنا كل ده مش فارق معايا. أنا اللي فارق معايا حاجة واحدة بس. إنك لازم تعرف إن أنا عمري ما أذيتك. اللي يأذي بلده ويخون مهنته ويقبل على نفسه الحرام يخون أي حد حتى لو صاحبه اللي واكل معاه عيش وملح. ماشي يا زين، أنا عملت اللي عليا. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق أنت حر. سلم نفسك يا زياد. كل الاعترافات اللي قلتها مسجلة صوت وصورة. على البوكس. حاضر. الحاج بشير عامل المزلقان؟ ايوه يا باشا. انا زين الجناوي ومعاون مباحث المركز. غني عن التعريف يا باشا. ولد الحاج صالح الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضل يا باشا. كنت عايز اتكلم مع حضرتك دقيقتين. اتفضل يا باشا. يزيد فضلك. خير يا باشا. خير ان شاء الله. طب مش هنشرب كوبايتين شاي؟ انا يا باشا. انا عايزك حاج بشير تحكي لي كل حاجه حصلت في اليوم ده، ممكن تساعدنا كتير في القضيه. وبعدين انت عارف لعن الله قوما ضاع الحق بينهم، يعني لو في حاجه حصلت وخبتها عليا عقابها كبير جوا عند ربنا. استغفر الله العظيم. بص يا باشا، هي عربية ملاكي واحدة بس اللي عدت من المزلقان اليوم ده. عربية كبيرة اللي بيقولوا عليها جيب دي يا باشا. وأنا خدت بالي منيها عشان بطلت عند طلعة المزلقان. وأنا دايماً باخد بالي من أي عربية ملاكي بتعدي. عشان زي ما حضرتك عارف
لمعظم اللي بيعدي من المزلجان، يا نجل تجيل يا لوري. طيب مش فاكر نمر العربية دي؟ والله يا باشا بصراحة مش فاكر نمرها. طب اللي كان راكبها واحد لوحده ولا عيلة ولا واحد وواحدة؟ كان جنبيه واحدة بس يا باشا. كمل. بعد ما عدى الدقايق سمعت صوت طلقتين بالضرب، وبعد ضرب النار بدقايق لقيت العربية جاية تعدي بسرعة حتى قبل ما اقفل المزلجان. انت ليه ما شهدتش بالكلام ده يا حاج بشير؟ محدش طلب شهادتي يا باشا. بصراحة لما عرفت ان الموضوع يخص هتلر والا ده اللي خفت اشهد يا باشا. زي ما حضرتك عارف انا راجل مريض وعندي ولاد. واحنا في ظهرك وحماك، بس الكلام ده انت لازم تقوله في النيابة. حاضر يا باشا. هو ده العشاء يا حاج بشير، احلى كوباية شاي شربتها في حياتي. انت مالك انت يا لي؟ ما تتجوزي بتتجوز ولا انت غيرانة منها عشان عدلها جالها قبل عدلك؟ انا بغير من صفية يا امي، انا بغير من اللي عايزاها تبقى احسن مني في كل حاجة. ده اللي فهمته من كلام يا امي. انا بحبها وبخاف عليها يا امي. اللي متقدم ده طه، طه اللي قال لي بحبك. سيبه يتجوز اختي كيف؟ ايوه تسيبه يتجوز اختي عشان هو عجل وفاج لنفسه وجاي يخبط على الباب. جاي يخبط على باب صفية؟ لما ليجي شباكي مكفول يا امي. ليلى انسي اللي فات ومصاحب استيكة، عشان اللي بتتكلمي عليه ده ان شاء الله هيكون جوز اختك. يا بنتي عايز افرح بيكم قبل ما اموت واطمن ابوكوا عليكم في تربته. لو اي ظابط تاني غيرك والله لو كان عمل ايه عشان يخليني افتح التحقيق في القضيه دي تاني ما كنتش هفتح. الا بقى لو جايب لي دليل واضح وضوح الشمس، يعني ما كنتش هقبل باقل من تسجيل فيديو بالواقعه اللي حصلت دي. لكن عشان تعبك وعلشان خوفك على شغلك وسمعتك واصرارك انك تظهر الحق وتوضح الحقيقه، انا هفتح التحقيق تاني ولو على مسؤوليه الشخصيه. ده عشان مفي اخويا مصطفى بيها. يعني هستلم النهارده امر ضبط واحضر مسعد؟ اصبر على رزقك لما اسمع الشاهد الاول. مصطفى بيه؟ يا مصطفى بيصبر على ايه؟ عامل المزلجان وجبره ويدخل يشهد واستلم امر ضبط والاحضار، وربنا الخط ده اللي هيقفل القضيه دي تماما وهترتاح مني ومن مشاكلي. هاتوا يا سيدي هاتوا. صحيح يا بابي كلمت زين؟ لا لسه والله يا حبيبتي. ليه كده؟ انا مش عايزاه يفتكر ان الموضوع خلاص هدي. هيفتكر وايه المشكله يعني؟ اما يهدى ويجي ونناقش الموضوع كده بالراحه وبالهدوء. بصراحه بقى انا من راي باباكي. يا سلام، وده من امتى بقى؟ حضرتك من امتى بتحبي زين ولا بتطيقيه؟ لا يا حبيبتي مش مساله حب، يعني انت عارفه انا طول عمري بحب الحق. لا يا مامي حضرتك مش بتحبي الحق ولا حاجه، انت بس لما عرفتي ان المشكله عندي وان انا اللي ما بخلفش خفتي محدش يبص لي واقعد لكم هنا من غير جواز. انا بفكر كده؟ ايوه يا مامي بتفكري كده وكلكم بتفكروا كده. اتجنت دي ولا ايه؟ انا مش So you're leaking news to the social media. أنت سربت الأخبار للمواقع؟ About involvement of some foreign embassy in illegal activities. أنا السفارة الأجنبية اللي بتهرب الأسعار؟ بو يا ساري أنا إيه اللي هعمل في دي؟ I told you I'd do that. Aren't you afraid of the consequences? مش خايف من العواقب؟ عواقب؟ Consequences؟ أنت كنت عايز تقتلني. After you tried to kill me؟ إيه رأيك في الحين؟ ليه سلاح القناص اللي كان عايز يقفلني؟ Your rifle of your sniper. ودي ساعته.
And his watch? إيه رأيك؟ Where is he? هو فين؟ لسه عزاه خلصان من ساعة. His funeral has just finished. ولو ما مشيتش دي الوقت حالا. If you don't leave straight away. نسيت إنك جيت البلد دي في يوم من الأيام. And forget the city. رجعك في أول قطر محطوط في نعش. Your caution will be on the next train. وقتك خلص. The time is up. يا ليلى خير يا طه؟ خير خير يا بنت عمي، ولا اقول لك يا اختي؟ اختك وده صح يا طه ولا كلام؟ ايوه صح، اكتر حاجه كانت مضايقاني اني كنت هخسرك كاخت، دلوقتي انت اختي وهتبقي اخت مرتي. كنت أتمنى تكوني مرت أخوي. مرت أخوك؟ أنا عارف يا ليلى إنك طول عمرك بتحبي زين، وأكتر حاجة عجباني فيك إنك متمسكة بحبه حتى بعد ما اتجوز. زين أخوي جدع وراجل، لو كان عارف قد إيه أنت بتحبيه ما كانش اختار غيرك. الله يا طه، مفيش حد فينا عارف نصيبه فين، بس أنا عندي سؤال، وانت بتحب صفية صح؟ مش هضحك عليك يا ليلى، انا لسه ما وصلتش لمرحلة الحب، بس انا بعز صفية وبقدرها. وانا صغير ابويا اتجوز مرة بعقله ومرة بقلبه، وانا في مرحلة اني بختار بعقلي، بختار اللي هتشيل اسمي وتصون عرضي وتعمل اي حاجة عشان تسعدني. ربنا يتم لك بعقلك يا طه. وبقول لك ايه، والله والله ما حتلاقي حد يسعدك وبيحبك أكتر من صفية. والله عارف عارف من غير ما تحلفي. وأنا عايزة أأمنك كمان، أنا عايزك تحط صفية في عينك. أنا بقولك الست لما بتحب راجل الحب ده هتسعده العمر كله. أنت هتوصيني على بنت عمي اللي هتبقى مرتي؟ ربنا يتمم لكم على خير. يلا كملي كنس. ماشي، سلام. سلام يا ليلى. وعزة جلالة الله ما اتحركت من النيابة لو معاك قرار ضبط واحضار مسعد. وده القرار كام يا زين باشا لضبط واحضار الواد ده؟ القرار الثاني او الثالث تقريبا، بس ان شاء الله يبقى القرار الاخير باذن الله بيه. انا متاكد انه يطلع من النيابة على الجنايات. زين، انا عايزك تامن نفسك كويس قوي وانت رايح تجيب الواد ده. بعد اذنك يا اسماعيل، انا مش هروح اجيب الواد ده، مش هكرر الغلطه اللي انا غلطتها قبل كده. في مقوله كنت قريتها زمان بتقول قمة الغباء أن تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجة مختلفة. أنا عارف إن هتلر بلغ إن القرار ده طلع، وعارف الخطوة اللي بيفكر فيها، وأنا مستعد لها كويس. ثق فيا يا إسماعيل بيه. مالك يا صفية؟ مليش يا ليلى، كنت سرحانة شوية. سرحانة في إيه؟ خايفة يكون طه بيضحك علي. يضحك عليكي كيف؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ صدقيني صدقيني يا صفية، طه بيحبك ومفيش حاجة موجودة من اللي انت بتفكري فيها. هو ده من متى يا ليلى؟ من دلوك. انا عارفة انه طه بيحبك. انبسطي بأحلى لحظات عمرك يا حبيبتي. بجد يا ليلى؟ يعني ممكن مشاعر حد تتغير كده؟ ايوه ممكن طبعا. طب وانتي كيف مشاعرك عمرها ما تغيرت ناحية زين؟ مشاعري من ناحية زين عمرها ما هتتغير يا صفية، عشان زين حب عمر، حب حقيقي. إنما مشاعر طه ليه كان مجرد إعجاب، ولما شاف صح إنه يعمل بيت ويشوف واحدة يكمل معاها حياته كلها اختارك إنتي. وبعدين طه ده ربنا كان مبتليه في نظره، ولما نظره رجع له شايف ان مفيش في حلاوتك وجمالك. بجد يا ليلى؟ الكلام ده من قلبك؟ من قلبي ومن عقلي يا حبيبتي. وشطارتك عاد انك تعملي بيت وتخلفي وتخلي جوزك يحبك طول العمر. حبيبتي يا اختي،
ما تزعليش من اي كلمه قاسيه قلتها لك قبل كده. زعل منك كيف؟ ده انت مش بس اختي، انت بنتي يا حبيبتي. مسعد، يا مسعد. خير يا ابا فيه؟ ولد الجناوي عمل لك قرار ضبط واحضار تاني، هيجي يقبض عليك. وده حصل ميت؟ مش وقت دلوقتي، هشرح لك في الطريق. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ اكتم يا ولي منك ليها. كل حاجه جاهزه يا كبير. يلا يا مسعد يلا. يلا على فين؟ اسكتي. رايح فين؟ يلا. وقف. رخصك يا ابني. محمل ايه؟ محمل فاكهة يا بيه. طب انزل افتح الصندوق وريني. انا قلت لك محمل فاكهة يا بيه. شامم ريحة فاكهة، شامم ريحة عفشة. اطلع نزل الاقفاص دي. يلا يلا نزل بسرعة. استنى. مسعد بيه. مش بقول لك شامم ريحة عفشة؟ طه صفية أمانة في رقبتك، تراعي فيها ربنا، ما ترجعليش يوم زعلانة. يقدر يزعلها؟ وعزة جلالة اللي علقوا من رجله في مروحة السقف. مروحة سقف إيه يا زين؟ أوعدك إن أختك في عينيا. أنا ما أقدرش أطلب أكتر منك ده يا أخوي. وأنا عايز أطمنك على صفية. صفية تعيش معنا في البيت لأن دي وصية الحاج صالح الله يرحمه. وأنا مش هرضى لها بعيشها أقل من هواني من البيت، سواء مرتي أو أختنا نادي. ما هو ده عشان يا زين. وأي حاجة غير كده أنا متكفل فيها بعون الله. الجوازة دي من أولها لأخرها عندي. وليه مش عندنا يا زين؟ لأن أنا كبير عيلة الجناوي. أنت ناسي إن أنا أكبر منك بست شهور. لما أموت بعد عمر طويل أبقى أشيل المرار الطفح ده كله لوحدي. موت إيه ومرار طفح إيه يا زين؟ هو إحنا بنتكلموا في الجواز ولا؟ يا ريتني ما جبتك معاي. والله يا أخوي واحد، عاوزين نفرح بيهم بس. إن شاء الله أعمل لك ليلة ولا ألف ليلة وليلة. لما نقوله مبروك. مبروك. نقرا الفتحة. ده طلب تحليل دي ان ايه المسعد والوالد المجني عليها لمعرفة النسب، وقف على امضة حضرتك بس. ملوش أي لازمة يا زين. حتى لو الولد ما طلعش ابنه، القضية لابسه لابسه. ده كفاية بس طلقات الطبنجة اللي استخرجوها من جثة القتيلة، ودم القتيلة اللي في عربيته، والطلقة اللي خرمت كرسي العربية. ده غير عامل المزلقان اللي شهد ضده، يعني كل الأدلة دي تقفل أي قضية. يعني حتى لو الولد ما طلعش ابنه بإذن الله هياخد إعدام. بإذن الله. طب ولو قلت لك إن الطلب ده ليا أنا؟ بلاش ليا، لله. عشان نثبت نسب الطفل الغلبان اللي ملوش ذنب ده. أنا هوافق زين عشان عارف إن أنت دايما بتعمل خير. طلب دي ان ايه؟ روح الله يبارك لك. محمود عواد عصام عواد الشهير بن زهره. افندم. افندم جنابك. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بس قبل ما انطق بشهادتي انا طالب حمايه الحكومه جنابك، لاني لو قلت الحق هيقتلوني بره المحكمه. قول يا ابني وما تخافش. هتلر بيه ورجالته جايبني هنا مغصوب عشان اقول ان انا اللي قتلت مريم مش مسعد ابنه. انت بتقول ايه؟ ده كذاب. ده كذاب. كلام ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ كذاب. سكوت. اللي هيتكلم هحبسه. اتكلم يا ابني.
جايبني تحت التهديد جنابك وعرضوا عليا نص مليون جنيه. وايه اللي خلاك ترفض؟ حد الله بيني وبين الحرام جنابك. انا ضمير ما نامش ولا ارتاح من يوم الجريمه. وانت عندك ضمير من اسفله. سكوت. قول يا ابني حقيقه ايه اللي تعرفه؟ يوم الجريمه كنت قاعد انا ومسعد في العشه اللي بنسهروا فيها، وجيه وقال لي انا رايح مشوار نص ساعه وراجع، وخدت بنجته وركب عربيته ومشي. ما حصلش، ما حصلش يا باشا. تلاته بالله العظيم ما حصل، والله العظيم ما حصل. اخرس خالص. فعلا جنابك ما كدبش خبر. بعد نص ساعه رجع وقال لي اغسل العربيه كويس، ولما رحت اغسلها لقيت الكرسي اللي جنبه غرقان بالدم. يبقى هو اللي قتلها. وحق ربنا قتلها. هو اللي قتلها يا سعد الجار. قتلها. هو اللي قتلها. وحق ربنا قتلها. قتلها يا عالم. شتمني وقال لي لو فتحت خشمك هتحصلها. وفعلا جنابك. تاني يوم عرفت ان مريم اتقتلت. ففهمت ان هو اللي قتلها جنابك. قتلها. ما حصلش. تلاتة بالله العظيم ما حصل. والله العظيم ما حصل. ما قتلتهاش يا باشا. ما قتلتهاش. يعني انت بتتهم مسعد انه قتلها؟ لا جنابك انا مش بتهمه، لان مسعد فعلا هو اللي قتلها. يا ويلي يا العظيم يا خرابي. انا طالب حماية المحكمة جناب. الحكم بعد المداولة. ولا جدع ولا جدع ولا جدع يا ولدي. محكمة. بعد النظر في أوراق الدعوة وبعد تأكيد شهادة محمود عواد عصام عواد الشهير بزلطة شاهد النفي المطلوب سماع شهادته من قبل وكيل المتهم، وقد أدلى بشهادته التي أثبتت الجريمة على المتهم، لذلك حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء على المتهم مسعد هتلر حيدر الطحاوي بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية. ما كنتش أعرف إنك دفعت له أكتر عشان يغير أجواله. دفعت له؟ دفعت لمين؟ أنا مقدر الحالة والظروف اللي أنت بتمر بيها دلوقتي، عشان كده مش هحاسبك على الكلام اللي أنت بتقوله. عن إذنك. تحاسب ولا ما تحاسبش؟ مش ارتحت وخدت طارك؟ عمر تطبيق القانون والعدل ما كان طار. ده حق يا هتلر. طار أبوك يا زين. بس أنا أبويا ما اتقتلش عشان آخد بطاره. أبويا مات قضاء وقدر في حادثة والبلد كلها عارفة كده. لا ما ماتش قضاء وقدر. إيه هي صالحة ما جالتلكش؟ بس الرجولة يا زين لما تاخد طار أبوك تاخده من اللي قتله مش من ولدي. أولاً أبويا ما اتقتلش، ثانياً إيه علاقتك أنت بموته؟ أنا اللي دبرت له الحادثة،
أنا اللي قتلته يا زين. أبوك نزل من العربية عايش. كان بيزحف قدامي زي الكلب. ما قتلتوش. سبته يتذلل. كان عايز يحب على رجلي عشان أسيبه يعيش. فياك تفتكر ان ترى ابوك براس ولدي؟ لا يا زين، راس ولدي بعيلة الجناوي كلها. ردي بقى. ما ردتش عليا، واخته كمان ما بتردش عليا. انا لازم اروح له يا بابي. عين العقل والله يا بنتي. عين العقل ايه؟ تروح له فين؟ ما تتهدي انت كمان. بابي ارجوك شوف لي اول طياره طالعه على الاقصر، وانا من هناك هاخد عربيه توديني على هنا. ولا حاجه معاك؟ لا خليك انت بس، انا هروح اعمل شنطتي عبال ما تشوف لي الطياره. حاضر. بسرعه بليز يا بابي. ايه ده؟ ربنا ما يسوينا فيك يا ولدي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. عمر الشاجي باجي. الله يحفظك يا طه. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. حبك بورصة ما تصبر يا بنت لحد ما تروحوا البيت. ايه الصحة حولنا احنا حدايا. وحشتينا يا ليلى. قدر ولادك يا اخوي. الدكتور ياما قال لي ان الرصاصة كانت قريبة من قلبي. يا ريتها كانت جت في قلبها. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والله يا زين لو بيدك كنت جيت خدت الطلقة زي المرة اللي فاتت. اه. صينية بتنجان لاخوك. بتنجان وهنتعزموا على بعض من اللي ياخد الطلقه. يلا اختي منك ليها. يلا بسرع عليك يا يوسف. خد مرتك واقعدوا. اها اتفضل. والله حبيبي يا يوسف. على قد ما راجلتك دي وجع قلبي، على قد ما بحمد ربنا انه خلاني عشت لي اليوم اللي اشوفك فيه بتجيب حق ابوك من الكلب اللي اسمه هتلر. عارفه ان هتلر اللي قتل ابوه ياما؟ كنت عارفه يا ولدي. عارفه وسايبه حق ابوه يضيع العمر ده كله؟ ما كانش ينفع اضيعك في كلب. ما كانش ينفع اخليك تبيع مستقبلك عشان واحد ما يستاهلش. ما كانش ينفع ادخلك السجن ولو يوم في واحد اسمه هتلر ما يسواش فرده جسمك. 9 سنين وعارفه ان ابويا اتقتل ياما؟ سايبه حق ابوي ضايع العمر ده كله؟ ما قلتليش ليه؟ ليه فهمتني ان ابويا ما قضاء وقدر؟ ربنا سبب الاسباب ورتبها من عنده عشان حق ابوك يرجع من غير ما تتعب السيوف. ايه؟ عمالين تهيص وتشهيصوا؟ ده انا قلت سيبكم معايا حاجه. انتوا تطلعوا بره. كملوا من القصه. خدتوا ولد كانكم عايزين رقاصه كمان. يلا يلا يلا. ايه نجيبوا الطبليه هنا ولا ايه؟ خلاص يما خلاص يما خلاص يما. يلا سيبوه يرتاح. أها يلا يا ليلى. الحمد لله والله كلها ترتيبات ربنا. يعني ربنا اللي رتب الترتيب ده عشان اخد بطار ابويا وما اخدش يوم وما اسيبش مهنتي. الحمد لله رب العالمين. كده احنا في مكان لوحدنا عشان نعرف وناخد وندوا مع بعض في الكلام. الواد اتخطف من بيتي كيف وبيعمل عندك ايه؟ واد مين يا بيه؟ انا ما اعرفش حاجه. احنا كده هنزعل من بعضينا. العيل الصغير اللي في البيت عندك اللي مقعده مع مراتك هقول الصراحة،
هتلر بيه هو اللي خطفه. خاف ان التحاليل تثبت ان الواد واد مسعد. خطفه وجابهولي. وانا كنت هقولك ده في المحكمه. بس جنابك شفت هاجوا عليا وكانوا هيقتلوني. رقمه بيعمل ايه عندك؟ معرفش يا بيه. رقم اخويا بيعمل عندك ايه؟ رد. الو. ايوه انت فين يا زلط؟ عزفت انت؟ في اسكندريه. بتعمل ايه في اسكندريه؟ انت عرفت ان زين لقى الواد؟ لا ولقاها ازاي ده؟ بتسألني؟ بتسأل نفسك؟ طب وهنعمل ايه؟ العمل انك تختفي خالص، لان زين زمانه دلوقتي بيدور عليك، ولو لقاك هتروح في 60 داهية. تجلكش يا طه، تجلكش. لا اجلك. بقول لك يا زلطة لازم تختفي خالص، ولو عرفت تمشي وتسافر من البلد دي سافر. سامعني؟ هكلمك كمان شوية. سلام. ايه علاقة اخويا بالموضوع ده؟ انا لا هعذبك ولا هضربك عشان اقررك. لا والله انت لما قلت لي الحقيقة كاملة دلوقتي أنا لا هتعبك ولا هتعب نفسي. أنا هقتلك. لأن أنا تعبت! قول! حاضر يا بيه. وأنا كمان تعبت وهقول الحقيقة. مسعد مش هو اللي قتلها. مسعد ده المفروض هيتعدم. ده لو ما كانش اتعدم ما قتلش البت. ده مش هتحكي لنا. ده تحكي ده احكي للنائب العام. احكي. حاضر يا زينبي. الحكايه بدات لما قابلت مريم في محطه القطر في اسكندريه. لقيتها بنت غلبانه وشكلها هربانه من حاجه، فقربت منها وتعرفت عليها. اخوها سافر ايطاليا ومعادش، فاضطرت تشتغل عشان تصرف على اهلها. بس الراجل صاحب الشغل طمع فيها، ولما هي رفضت عمل لها محضر سرقه، فاضطرت تهرب من بلادها وجت على اسكندريه لحد ما قابلتها وقلت هي دي اللي تنفع مع مسعد واقدر اطلع من وراها بمصلحه كبيره. بتعرف تعمل ايه يا مريم؟ كل حاجه يا بيه. كل حاجة كل حاجة يا ريس مسعد. البنت دي لهلوبة، تعمل أي حاجة وكل حاجة. براو عليك. خدها على بيتك هتكون. أوامر يا ريس. قدامي. قدامه. يلا مشي. خفيف. أيوة يما. في بنت اسمها مريم تهيألي. ظبط لي الحجم. شكلها مش من جنة. لا من جنة إيه؟ دي من المنصورة. بنت غلبانة وهربانة من أهلها. ملهاش حد. ملهاش حد؟ تقوم وديها بيت هتلر؟ ده انا كان بالنسبه لي تبقى مرميه في الشارع احسن. ماشي يا عم الحنين، ظبطت لك الحاجه. ماشي يا اخويا.
انا من اول ما شفتك وانا ما بفكرش غير فيكي. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ الصراحه لا، يعني هو طه ابن القناوي هيبص لنا؟ يا مريم، الحب ما يعرفش لا غني ولا فقير. انا عمري ما اتشدت لواحده زي ما اتشدت لك. انا حبيتك من اول نظره، ضحكتك حلو. ربنا يخليك. مبسوطه معانا يا مريم؟ قوي يا بيه. طب استني، امسكي دول. لا لا يا بيه، الله يخليك. امسكي واشتري لك حته جلابيه جديده. ما قلتليش بتعرفي ترقص يا مريم؟ لا يا بيه، ما بعرفش، ما بعرفش اعمل حاجه غير اني اطبخ واغسل وامسح. طب تعالي جنبي يا مصعب. الله يخليك، انا جايه البلد اكل عيش، انا مش واحده من اياها. طب لو قلت لك انك لو ما نفذتيش اللي انا عاوزه عيشك هيتقطع؟ مصعب يا طه عرفني في عيشتي، ده بقى بيطاردني في طلعه ونازله، زودها على الاخر. 30 يوم بالعدد واكون مخلصك من العالم دول. واروح فين بس؟ ما انت عارف انا ماليش حته اروحها، واصرف على امي منين؟ كمان كام يوم هدبر لك مكان تقعدي فيه ومبلغ تعيشي منه انت وامك. بس انت ذنبك ايه في كل ده؟ ذنبي اني بحبك يا مريم، ذنبي اني بحبك، وبعدين وقتها هتكوني مرضي. بجد يا طه؟ ايوه يا مريم. مصعب، امه بقى شاكين في خروجك كتير، انت كل اللي وعدتني ليه ما عملتوش؟ طيب اديني فرصة بس اظبط الدنيا والاقي الوقت المناسب واخد لك البيت بتاعك وهكتب عليكي. طب امتى؟ شهر بالكتير. شهر؟ ايوه يا بنت، شهر شهر. يعني ايه حال؟ يعني حامل. وما خدتيش بالك ليه؟ اهو اللي حصل، قدر ربنا. يعني ايه اللي حصل يا مريم؟ تشوفي صرفة وتنزليه. وانزله ليه؟ انت مش قلت لي هتكتب عليه عند المأذون؟ نزليه ونبقى نشوفه صفة في الموضوع ده. لا مش هنزله يا طه، انا مش عامله حاجه غلط عشان اسقط. لا هتنزليه يا مريم، سامعاني؟ هتنزليه، ولو مش بالزوج هيبقى بالعافيه. والله يا بنت الناس بقالي كتير ما عرفش عنه حاجه. طب وانا هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ انا بطني كل يوم عماله بتكبر وهو ولا بيرد عليا ولا عارفه الاقيه. تلاقيه صفة. سافر؟ سافر وسابني في المصيبه دي لوحدي؟ طب والله يا زلطه، ان ما فهمت وجه حل لي مشكلتي لا اروح لذنبها اخوه واحكي له على كل اللي حصل. لا ذنب ايه؟ اعجل ايديها يا بنت الناس واصبر شويه. مش هصبر. انت اتجننت؟ جايين لحد البيت؟ الموضوع مهم وخطير يا طه. ايه اللي حصل؟ مريم جت عندي وبتهدد انها تفضح السر. اتهبلت دي ولا ايه؟ اتهبلت واستبعت، وشكلك ده ناوي على الشر. انت عارف لو زين عارف هيعمل ايه؟ عارف يا طه. طب هنعمل ايه في الدهية دي؟ خلص منها. شكرا يا ابني. زين باشا. عمر. عايزة اتكلم مع حضرتك حاجة ضروري. الموضوع أحلى شيشة للريس موسى. اظبط الشيشة زي وشك. أنا يا كبير. احنا كنا بنقولوا إيه؟ خليك على الباقي. ما تضحك يا بت. اتفضل يا ريس.
انت عاوز مني ايه طبعا؟ وبعدين انت ايه اللي مركبك عربيتنا؟ مش كفايه اللي عملته فيا ورمتني في الشارع؟ انت رحت لزين؟ زين؟ اقول كده بقى جالي دلوقتي لما عرفت ان انا رحت لاخوك. رحت له يا طارق، بس اطمن هكتبوش على اي حاجه. واخدني على فين يا طه دلوقتي؟ مش كنت وعدك ان احنا نتجوز؟ بجد يا طه هنتجوز؟ الحمد لله يا طه، انا كنت متاكده ان انت عمرك ما هتخلى بيا. كنت متاكده ان ابن صالح القناوي عمره ما هيرمي ضناه في الارض. السلام يا ريس. السلام يا ريس مصر. عيش يا ريس، ليلتك عنب. كم 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 بنت القناوي زاد راجل. سمي الله يا امك. بسم الله الرحمن الرحيم. زين بدأ يحوم حوالين مسعد. وإيه يعني؟ دايرة الخطر بتضيق علي. دي بدأت توسع. بدأت توسع؟ كيف يا أبو المفهومية؟ مسعد هو اللي هيشيلها. وبديت تبقى القضية اتقفلت وخلصنا. زين ظبط مباحث مش عادي. لو مسك خيط كل الخيوط هتتكر معاه. أنا لازم أتصرف. تتصرف كيف يعني؟ هتروح تقول له إن أنت اللي قتلتها مش مسعد؟ لا. هشككه في نفسه. كل الحاجات اللي كانت بتجرى لك يا زين بيه، طه أخوك اللي كان وراها. الرسالة اللي كانت بتجيك على التليفون، الرسالة بتاعت لو عايز تعرف مين اللي قتل مريم، الرسالة اللي جات لمرتك على الفيس. بعت الصورة لحساب الفيس اللي قلت لك عليه؟ بعتها؟ تمام. طبعا اللي خطف الواد طه. النيابة وافقت تاخد تحليل من الواد ومن مسعد عشان يعرفوا مين ابوه. يا طه مفيش مخلوق هيجي في دماغه ان الواد ده ولدك. الاحتياط واجب برضه. ماشي براحتك. طب بقول لك ايه؟ انا عايز مكان اجي قاعد فيه الواد. اقول لك سيبه مع مرضي وانا هكلمها افهمها وهبعت لك العنوان في رسالة. اول مره احس بجدع معايا. الحاجات دي ما فيهاش جدع يا طه. خمس بواكب سلمها الولية قبل ما تسلمها الواد ومصاريفه. ده محدش يعرف انه عندك هنا. ساعة زمن والبلد كلها هتتقلب عليه. تقلقش
زلط المصين. هات الورق. امسك. بسم الله. خدي بالك منه. ما قلت لك ما تقلقش. كده الموضوع اتقفل. وسعت خد جزاته. خد جزاته؟ انت بتضحك على نفسك ولا علي؟ هو هو بجنب البيت. ما هوبش. انا عارف يا طه انه ما هوبش. كان وسعت ظلم. وسعت ظلم وافترى على ناس كتير. وانا اولهم. أنا ما أعرفش يعني إيه ذل ومهانة طول الوقت. يعني إيه قلة قيمة طول الوقت. أنت عمرك قلت لنفسك أنا ليه خفيت مرتي برا البلد؟ إيه؟ عشان ممكن أتحمل الذل والإهانة، أتحمل أي حاجة. لكن العرض والشرف لا. العرض والشرف لا يا طه. وسع كان فاضل له خطوة واحدة. خطوة واحدة ويجي على شرفي. تعرف يا طه ما يسيبش للرحمة باب مش كتير عليه العذاب. مش كتير عليه العذاب يا طه. مصعب خد جزاته. مش هيطلع عاوزني أشهد مع ولده في المحكمة. هتعمل إيه؟ هدي له رصاصة الرحمة. هشهد ضده عشان نخلص منه. تعرف يا طه يعني ايه متهم يطلب شاهد فالشاهد يشهد بالبيت؟ عارف بس اوعى تتهز يا صاحبي. تقلق يا طه، اللحظه اللي انا مستنيها من سنين. بس خلي بالك هتلر مش هيسيبك في حالك. تقلق يا طه، ما هشهد ضده واهم من الصعيد كله. هقوله جدا من نائب العام وزلطه. هقوله يا سني، هقوله. حضرة الضابط ده حكم بالإعدام ومع التنفيذ النهاردة. ده إن لم يكن اتنفذ فعلا. وبعدين المسألة مش سهلة، أنت دارس قانون يعني لازم يكون في أدلة جديدة وقوية عشان ننظر في الالتماس ده. بعد إذن سيادتك يا فندم، كل الأدلة قدام سيادتك. وبعدين الرجل ده شاهد الإثبات الوحيد في القضية، بيعترف قدام سيادتك إن هو شريك في الجريمة وبيغير شهادته، وأعتقد ده دليل كافي لإيقاف تنفيذ الحكم. وانت وصلت للقاتل الحقيقي يا حضرة الضابط؟ وهتقدر تجيبه؟
هقدر اجيبه يا فندم، لانه للاسف اخويا طه صالح الجناوي. قررنا نحن النائب العام وقف تنفيذ الحكم بالإعدام في القضية رقم 572 لسنة 2018 جنايات قنا الصادر ضد المتهم مسعد هتلر حيدر الطحاوي والتحفظ على المتهم محمود عواد عصام عواد وضبط وإحضار طه صالح القناوي. الحمد لله على السلامة يا زيد. ايه الدوشة اللي بره دي يا والدي؟ عربية الشغل يا ام. من متى بتيجي البيت بعربية الشغل؟ عشان انا جاي في شغل. شغل ايه ده؟ انا جاي اقبض على طه يا ام. ايه؟ تقول ايه؟ تقبض على اخوك؟ يا زين جاي تقبض على اخوك؟ اللي قدامي ده مش اخويا، اللي قدامي ده مجرم قتل امه ويتم طفلها وحرمه من ابسط حقوقه انه يعترف بنسبه يديله اسم اب. انت بتقول ايه؟ اقول الحقيقه، اللي على دراعك ده والد طه. ايه؟ هو اللي قتل امه. اللي على دراعك ده حفيدك يامه. بقول الصحه ولا بتبلع عليك يا طه بيه؟ طول عمرك صح يا زين. انت جاي تاخدني دلوقك بعد ما خدت كل حاجه في حياتي، حب ابوي وسيرته حتى ورثه انت اللي متحكم فيه. كنت كل يوم بمد لك يدي علشان اخد منك المصروف مع انه حقي. عشان الكبير خدت حنيه امي بعد ما فضلتك علي مع ان انا اللي ولد بطنها. خدت القلب اللي حبيته في حياتي ليلى مرتك يا زين. ليك ده مرتك. خدت الماضي والحاضر وجاي دلوقتي تاخد مستقبلي. عارف ليه يا زين؟ عشان الناس. الناس يا زين علشان الناس تسجف لك وتقول زين بيه وتقول ايه زين بيه قبض على اخوه، زين بيه طبق العدل، زين بيه ما خدش القسم. صح يا زين؟ زين بيه ما خدش القسم. يلا يا زين، يلا يا زين، خدني يا زين، خدني يا زين بيه، يلا يا زين. كل الكره ده شغله لاخوك، كل الكره ده جواك ليا واكتر يا زين واكتر. على كد ما انا كنت ندمان اني قتلت مريم، على كد ما انا كنت هفرح لو لبستك القضية. لبستني انا يا طه؟ ليه كده بس؟ بس عيب يا مريم. لا لا يا زين، زين ابوس يدك يا ولد عشان خاطري يا ولد، حلم على يدك. Thank you.
بعد الاطلاع على الأوراق حكمت المحكمة حضورياً أولاً ببراءة مسعد هتلر حيدر الطحاوي من التهمة المنسوبة إليه، ثانياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم طه صالح القناوي بالإعدام شنقاً. رفعت الجلسة. وأؤدي واجبي بذمة وصدق.